الريكورد اي ثينك انه بيظبط تمام. خلي الشات عندي. ايش مادة الكويز بالضبط؟ مادة الكويز اللهم صل محمد هاي محاضرة 8 و9 و10 و11 تمام، هم 4 محاضرات قصيرين نوعا ما يعني، كل واحدة حوالي 7 صفحات 6 صفحات يعني، مش هذيك الغلبة، ومهمين كثير اللايف. انا ليش مصر على اللايف؟ لانه مترابطين مع بعض يعني، انت في هاي المحاضرة مش مطلوب منك تحفظ 1%، مطلوب منك انك تكون فاهم اكثر من انك تكون حافظ، فجدا جدا جدا مهم تكون فاهم الحكي اللي راح احكيه هسه. طيب نخلي الشات هون. دقيقة واحدة وراح أبدأ يعني، إذا لسه في حدا بده يدخل يدخل قبل ما أفكر الشات، لأنه مش راح أقدر أوافق عليه. ميوت براكتيكال اللاو براكتيكال أن ميوت. طفيها أتوقع هيك. هيك يعني ممكن إنه الكل بيقدر يفوت أتوقع. مش مهم. أكبر عزة الله. طيب خليه بس يخلص الأذان وراح نبدأ تمام، إذا لسه في حدا ما دخلش. هيك الكل بيقدر إنه يدخل وخلص ممتاز. يا ريت تحفظ اللايف. أنا على كل حال عملت ريكوردينج، هو طالع عندي إنه بيعمل ريكورد بعد المحاضرة يعني، بدي أحاول أشوف إني كيف بقدر أطلع ريكورد أو لا، فإذا زبط أبشر بنزل لكم إياه، ما زبطش صدقا يعني راح أكون آسف جدا. هاي نقدر نظبطها صح؟ طيب نخليها هون على جنب. طيب يلا خلونا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. حكينا الكويز تبعكم بكرة أي ساعة هو؟ أنا صدقا مش عارف أي ساعة، أتوقع الساعة 1 الظهر صح كالعادة ولا كيف؟ المهم إنه امتحانكم على الساعة 4. تمام ما في مشكلة، الساعة 4 تمام. طيب اللهم صل محمد. امتحانكم حكينا بال4 محاضرات، محاضرة 8 و9 و10 و11، 4 محاضرات، كل محاضرة عبارة عن 7 صفحات 6 صفحات، محاضرات لطيفة وجدا مترابطين مع بعض، فضروري انك ايش تمشي بالترتيب وتفهم كل حرف بحكيه، لانه هي المادة عبارة هذول ال4 محاضرات عن شو بتفهم مش شو بتحفظ تمام، يعني هي فهم صافي تمام. طيب خلونا نبلش. بداية راح نحكي عن الريست من برين بوتنشال، ولما انت مش عارف شو يعني ريست ومش عارف شو يعني بوتنشال، لكن لما احكي لك كلمة من برين تلقائي راح يجي في ذهنك انه احنا قاعدين نحكي عن ايش؟ عن غشاء الخلية. من برين بوتنشال او الريست من برين بوتنشال هو عبارة عن الجهد او مقدار الالكترونات او الايونات اللي بتتراكم على جدار الخلية تمام. So when we talking about the rest membrane potential we said about the انه هو جهد الراحة خلينا نحكي، او التركيز الايونات اللي بتكون مترابطة على هذا الغشاء تمام. طيب فبداية كالعادة لازم يعرف لك ايش هو البلازما ممبرين اللي هو الجدار الخلايا، بحكي لك all cell have plasma membrane تمام، كل الخلايا عندها ايش؟ عندها بلازما ممبرين. راح اسكر الشات هون، اذا حدا بده يحكي شيء يفتح المايك ويسكره ما في مشكله تمام. فبحكي لك انه ايش؟ كل الخلايا عندها بلازما ممبرين، عندها ايش؟ غشاء بلازمي which give the cell his structure، اللي راح يعطي الخليه شكلها and composed of، وبتتكون عندنا من شغلتين وسبق وحكيناهم من قبل كثير تمام.
البلازما ممبرين بيعطي الخلية الشكل تبعها، وبتكون من شغلتين، الهايدروفيلك والهايدروفوبيك اللي هم الهيد والتيل. تمام، الهيد اللي هي هاي الرؤوس يلي بالرمادي زي ما بتشوفوها انتم، تمام، والتيل اللي هي الذيول يلي بالاصفر هي الموجودة جوا، ونعتبرها هايدروفوبيك. اذا هايدروفيلك لاف ووتر عشان هيك بتكون طالعة لبرا وفايت لجوا كثير. تمام، بينما الهايدروفوبيك خلينا نحكي بتكون كارهة للمي وبتكون لجوا الممبرين من جوا. تمام، هسه هذا الشكل الثنائي لفوق ولتحت مع بعض بنسميه زي ما اتفقنا باي لير فوسفوليبيد، طبقة ثنائية من الدهون. إذا البلازما ممبرين composed of باي لير فوسفوليبيد from head and tail. head consider as hydrophobic والtail consider as hydrophilic والtail as hydrophobic. تمام، طيب هسه سبق وحكينا انه المواد لحتى تدخل لجوا الخليه وخارج الخليه حسب نوعها، اذا كانت هايدروفيلك بتحتاج لقنوات ونواقل لحتى تدخل لداخل الخليه، اذا كانت هايدروفوبيك تقدر تدخل مباشره من خلال الغشاء. طيب فهسه المواد اللي بدها تدخل لداخل الخليه بتحتاج لشانل وكارير، الشانل اللي هي القنوات والكارير اللي هي النواقل. تمام، طيب هسا الشانل اللي هم القنوات بدنا نعرف الفرق ما بين الشانل والكارير. الشانل موف سبستنس تنقل المواد through flisted diffusion من خلال الانتشار معقد او المسهل through which the random motion of a practical area from high concentration to low concentration. اذا بتنقل المواد من التركيز المرتفع للتركيز المنخفض. تمام، اذا وظيفة الشانل انها بتنقل المواد من تركيزها المرتفع لتركيزها المنخفض، وزي ما بتلاحظوا بحكي لك فليستد ديفيوجن، عملية ايش؟ انتشار. تمام، عمليات الانتشار هل انها بتحتاج طاقة ولا ما بتحتاج طاقة؟ ما بتحتاج طاقة، فهي بحكي لك without need series of energy، يعني ما بنحتاج ATP، ما بنصرف ATP خلال الشانل. تمام، طبعا بشكل عام في specific type of channel نحتاج فيهم لا ATP. تمام، طيب ثانيا اللي هو الكارير، وهاي برضو مهمة. تمام، بحكي لك الكارير ترانسبورت سبستنت بس نيترولايزد اوف انرجي، تنقل المواد اعتمادا على حاجتها للطاقه، يعني بمعنى وباخر بتحتاج طاقه. تمام، طيب مثال عليها عندنا الصوديوم بوتاسيوم كارير او صوديوم بوتاسيوم بامب زي ما بدك سميها، تنقل ثلاثه ضد التركيز against the concentration from inside to outside. تمام، وطبعا ايش؟ اثنين بوتاسيوم from outside to inside سايد. تمام، طيب هاي طبعا هي كلها عباره عن مراجعات، خلينا نحكي للحكي اللي احنا حكيناه من قبل. بحكي لك the plasma membrane keeps constant composed of these ions in the intracellular component relative to extracellular component to maintain homeostasis. تمام، بحكي لك انه ايش؟ الغشاء البلازمي بيحافظ على تركيز الايونات في السوائل الداخليه والخارجية بالنسبة للخلية عشان يحافظ على مفهوم التوازن بالنسبة للخلية، يعني بمعنى أو بآخر الصوديوم الخلية متعودة يكون في الخارج أكثر والبوتاسيوم متعودة إنه يكون جوا أكثر، ما بتعملهم كلاهما متساوي، لا خلاص بتحافظ على الصوديوم برا أكثر إشي وعلى البوتاسيوم جوا أكثر إشي لحتى تخلق عندنا نوع من الهيميوستاسيس. تمام، طيب هسه لسه احنا ما بلشنا بالمحاضره، بحكي لك الكتريكال سينجل، هي بلش من هون، الاشارات الكهروكيميائيه الاشارات الالكترونيه برودوس باي ايون موفمنت. اذا الاشارات الالكترونيه كيف تتكون؟ من خلال حركه الايونات اكروس ذا سيل ميمبرين، من خلال حركتها وين؟ على جدار الخليه. اذا نتفق على شغله، اذا لو بدي اسالك جوا الامتحان برودوسد اوف الكتريكال سينجل دان باي ايش؟ تكوين الإشارات الإلكترونية داخل الخلايا كيف بتم؟ بحكي له من خلال الأيون موفمنت أكروس ذا سيل ميمبرين، من خلال حركة الأيونات على جدار الخلية. تمام؟ طيب هسا بعد هيك بده يصير يسألك what is the potential؟ إيش هو الجهد أو إيش هو الجهد اللي بده يتكون عندنا؟ بحكي لك هو عبارة عن change practical has ability do work on the membrane and make different in his charge. هي عبارة عن جسيمات مشحونة وعندها الابيليتي، عندها القدرة لحتى ايش؟ to work on the membrane، لحتى تعمل جهد على الغشاء وتعمل ايش؟ make a different in his charge وتغير شحنته. تمام؟ يعني زي ما بتلاحظوا بالصورة
قبل الصوره انتبهوا معي على النقطه هاي اللي تحت عشان نفهم الصوره. بحكي لك بوتنشال كم ميجر باي فولت اور ملي فولت، بنقدر نقيس الجهد بوحده الفولت او الملي فولت، وهذا مقياس الملي فولت. هسه اللي عندنا بالصوره هو عباره عن عصبون، تمام؟ عصبون، طبعا اللي ما بيعرف العصبون او الاكزون هو عباره عن خليه عصبيه، تمام؟ خليه عصبيه اللي هي مسؤوله عن نقل الاكشن بوتنشال اور الريست من برين بوتنشال، تمام؟ اذا هذا عندنا العصبون وهذا عندنا جهاز الملي فولت، تمام؟ طيب هسه شو بنعمل؟ جهاز الملي فولت زي ما بتلاحظوا مكون من قطبين، قطب ايمن وقطب ايسر. بحكي لك اذا جاب كلا القطبين وحطهم برا الخليه شو راح يعطيني؟ راح يعطيني صفر. وركزوا معي هسه بدي اسال سؤال عشان يبين مين الفاهم، تمام؟ جاب كلا القطبين حطهم الاثنين برا، اذا بتلاحظوا القراءه شو اعطته؟ صفر. لما تعطيه القراءه صفر يعني بمعنى او باخر ما فيش عندي فرق في الشحنه، تمام؟ ما في عندي فرق في الشحنه، كلاهما ايش؟ صفر، تمام؟ فلاحظوا ليش؟ لانه برا كله موجب، فحط الاثنين برا اعطته القراءه صفر، تمام؟ حط واحد برا وواحد جوا، واحنا متفقين برا الخليه موجب وجوا الخليه سالب، هذا يعني حكيناه من المحاضرات السابقه، تمام؟ قديش اعطته قراءه؟ سالب 90 ملي فولت. يعني مش هاميتني قديش السالب 90 او سالب 70، لانه الطلاب سالوني شو نعتمد، مش مهمه، المهم انه تعرف انه في عندي فرق في الشحنات ما بين خارج وداخل الخليه، تمام؟ اللي بيكون عندي البوتنشال، تمام؟ اذا في عندي فرق في مقدار الشحنات الكهربائيه خارج وداخل الخليه، اكتشفناها من خلال وضع قطب خارج الخلية وقطب داخل الخلية، أعطتني قيمة سالب 90 ملي فولت، تمام؟ إذا أول مرة جربوا يحطوها اثنين برا وأعطتهم صفر، ثاني مرة حطوا واحد برا وواحد جوا وأعطتهم سالب 90. طيب السؤال بدي أسأله هسا، أنتوا شو بتتوقعوا لو حطوا الاثنين جوا الأقطاب، حطوا الاثنين يعني مثلا جوا الخلية، شو بتتوقعوا الشحنة إنها راح تكون، تمام؟ ضروري مشان ادخل الاي دي بعثوا لي رقم الزوم من جهاز ثاني. بعثت الرابط يا فاطمه، بعثت الرابط على اللينك على الجروب، يعني تقدروا بس تكبسي على اللينك بتدخلي مباشره. الاي دي ثواني اشوف لكم اياه، انا ما بعرفش والله لانه اول مره بستخدمه. صفر، ممتاز محمد ما شاء الله عليك. ايوه ممتازين ممتازين. طيب من وين بدي اطول لك الاي دي والشغلات هاي؟ والله عاتب يتعلم بفهم فيها سكيورتي، معقول؟ لوك ميتنج، يو هاف لوك ميتنج. لا لا انا اسف بديش لك ميتنج. وين اللوك ميتنج؟ ايوه انلوك. مش عارف يا فاطمه، انا بعثت اللينك اعطاني انه اعمل كوبي لللينك وابعثه، هو يلي يعني بتقدروا تدخلوا منه، ما حطيت اي دي اي ثينك، يعني مش عارف. طيب تمام، ايوه مباشرة على اللينك. طيب خلونا نكمل. فاتفقنا انه ايش؟ انه متى بتعطيني سالب 90؟ لما بيكون في عندي فرق داخل وخارج الخلية. طيب هسا لاحظوا، طيب ليش بتكون هذا الفرق عندي؟ زي ما بتلاحظوا بالصورة، هاي عندنا خارج الخلية وهاي عندنا داخل الخلية، برا عندنا 10 شحنات سالبة و10 موجبة، وجوا عندنا 10 شحنات سالبة و10 موجبة، تمام؟ طيب فبحكي لك if the number of بلس اند ماينس، طبعا سمينا البلس كاتايون المانيا او الماينس انايون، تمام؟ اف ذا كاتايون اند انايون تشارج ار ايكوال، اذا كان عندنا عدد الشحنات الموجبه والسالبه متساوي اون ذا ايتش سايد اوف ذا ممبرين، على كلا الجانبين من الخليه، يعني داخل الخليه وخارج الخليه الشحنات متساوي، 10 برا سالب و10 برا موجب و10 جوا سالب و10 جوا موجب، بحكي لك ذير ويل نوت بي ممبرين بوتنشال، ما راح يتكون عندنا ايش؟ جهد في الغشاء. طيب ليش يا حسام؟ لانه ما في عندنا فرق في مقدار الكهروسلبيه او مقدار تجمع الالكترونات على كلا الغشائين. بينما لو بنلاحظ بالصوره الثانيه، طبعا هذول الصور الدكتور مش حاطهم في السلايد، لكن انا حطيتهم بناء على الحكي اللي هو حكاه، تمام؟ فطلعتهم من الكتاب. طيب لكن زي ما بتلاحظوا بالصورة هون، لاحظوا مثلا داخل الخلية عندنا موجب 15 وبرا الخلية عندنا سالب 10، تمام؟ بالمقابل برا الخلية، عفوا، جوا الخلية عندنا موجب 15 وسالب 10 وبرا الخلية عندنا موجب 5 وسالب 10، يعني زي ما بتلاحظوا في عندنا فرق، تمام؟ في عندنا فرق في الشحنات.
plus and minus cation or anion charge are unequal separated across the membrane. ما كان في عندنا توازن في اللهم صل على سيدنا محمد في مقدار الشحنات داخل وخارج الخلية. They will make membrane potential, راح يتكون عندنا جهد الغشاء. إذا شو الشرط لحتى يتكون عندنا الممبرين بوتنشال؟ ال unequal separate of ion, تمام, ال unequal separate of ion, تمام, عدم إيش إنه ما يكون في عندي توزيع منصف أو متساوي بالنسبة للإلكترونات. And as number of charge increase, the membrane potential will increase. أيوة, هاي نقطة كثير ممتازة. بحكي لك كل ما زاد عدد الشحنات مثلاً جوا أو برا, يعني بمقدار الفرق إنه زاد, هذا راح يزيد من مقدار الممبرين بوتينشل, راح يزيد من مقدار إيش جهد الفعل, تمام. So the magnitude اللي هو حجم الجهد نفسه of the potential depended on the degree of separate of the opposite charge in the extracellular fluid and intracellular fluid. إذا مقدار الجهد على إيش بيعتمد؟ بيعتمد على مقدار حجم الفرق ما بين الإلكترونات داخل وخارج الخلية, تمام. طيب, وزي ما حكينا من قبل إنه إحنا عنا الكاتيون سميناه بالموجب والأنيون سميناه بالسالب, وكثير كثير كثير مهم تعرف لي هذول الأربع نقاط, وبوعدك وعد شرف ليسأل عن واحدة منهم جوا الامتحان, تمام, كثير كثير مهمين. طيب, لما يجي بدي يسألك عن الشحنات الموجبة, إذا سألك عن the most cation outside of the cell, طبعاً استنتجناه من الجدول والجدول بيشحفظ, تمام, الجدول عشان تعرف مقدار فرق الأيونات في الانتراسيلولار فلويد وفي الاكستراسيلولار فلويد. So لما بيحكي لك إنه the most cation outside, أكثر شحنة موجبة في الخارج هي إيش؟ الصوديوم. طيب, أكثر شحنة موجبة في الداخل هي البوتاسيوم, أكثر شحنة سالبة في الخارج هي الكلور, وأكثر شحنة موجبة سالبة في الداخل هي البروتين. فهذول الأربع نقاط كثير 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 مهمين تكونوا عارفينهم, تمام. مثلا كيف بيجيب لك سؤال؟ بيحكي لك the most cation that found in the extracellular fluid is, شو الجواب؟ أكثر شحنة موجبة موجودة في وين؟ في السائل خارج الخلوي. طبعا لاحظوا أنا كيف بدي أجاوب, هو كسؤال يمكن سهل بس اعتمدوا هاي الطريقة يعني كإجابتكم داخل الفسيولوجي أو يعني بأي مادة حفظ في الدنيا, يعني سواء كانت حفظ أو فهم, عشان تعرف كيف بدك تحل. بداية حلل السؤال, قال لك كلمة كاتيون, مجرد ما شفت كلمة كاتيون أنا بعرف يا حسام إنه كاتيون أنت حكيت لي شو شحنتها؟ موجبة, تمام؟ شحنتها موجبة, يعني خيار بي وخيار دي شو بدي أعمل فيهم؟ بدي أشطب عليهم, تمام؟ هاي بدي إيش؟ بدي أشطب عليهم. فشو صفت عندي؟ يا إيه؟ يا سي. بكمل that found وين؟ في الاكستراسيلولار فلويد. لما قال لي في الاكستراسيلولار فلويد اللي هو السائل خارج الخلوي, بحكي والله انا حفظت انه السائل خارج الخلوي فيه صوديوم كثير, بالمقابل البوتاسيوم فيه ايش؟ قليل. فاذا شو الجواب؟ بده يكون ايه. شفتوا كيف؟ اول اشي استثني الخطأ وصفي خيارك بين الصح, هيك حتى لو انت مش حافظ 100% بتقدر انك توصل لاقرب خيار, بحيث لو بدك تشير بين تشير بين خيارين مش بين أربعة. وصلت الفكرة كيف؟ تمام؟ طيب, هسا بدنا نحكي عن الممبرين بوتنشال. عن الممبرين بوتنشال we call the rest membrane potential as equilibrium potential, تمام؟ نقدر نسمي جهد الراحة للغشاء بتوازن الجهد, يعني بدل ما نظل نحكي rest membrane potential صرنا نحكي إيش؟ equilibrium potential اللي هو توازن الجهد ما بين داخل وخارج الخلية, تمام؟ وزي ما حكينا من قبل all cell body have a rest membrane potential and electrical charge across the cell membrane, كل انواع الخلايا بتحتوي عنا على جهد راحة وقوة الكهربائية على طول الغشاء, تمام. طيب, so but there are some cell, ومن هنا بنبلش في الحكي الجد, خلينا نحكي but there are some cell that can change their rest membrane potential, لكن عنا بعض انواع من الخلايا بتقدر انها تغير بقدار جهد الراحة. يعني جهد الراحة مثلا اللي متعارفين عليه يا سالب 70 يا سالب 90 مثلا, في عنا انواع من الخلايا بيقدروا يغيروا هذا الجهد, مثلا يصير موجب 30 موجب 20 whatever. هاي التغيير بيكون لبعض انواع معينة من الخلايا to produce electrical signal, لحتى نكون الاشارات الكهربائية. we call this cell as excitable cell, هاي الخلايا, هاي النوع من الخلايا يلي بتقدر تغير rest membrane potential تبعها بنسميها ايش؟ excitable cell, الخلايا المحفزة. so إذا سألك جوا الامتحان
وحكى لك ايش هي او كتب لك بس هيك، قال لك اكسايتابل سيل از، وسالك عنها جوا الامتحان. بحكي له هي ايش سيل ذات كان تشينج هيز ريست ممبرين بوتنشال، هي عباره عن الخلايا اللي بتقدر تغير الريست ممبرين بوتنشال تبعها، تمام. طيب هذول الاكسايتابل سيل بينقسموا عندنا لنوعين، عندنا النيرف سيل وعندنا المصل سيل. وشوفوا سبحان الله ليش ربنا خصص بس الخلايا العصبيه والخلايا العضليه، هم اللي بيقدروا يغيروا مقدار الاكشن بوتنشال تبعهم، او عفوا مقدار الريست ممبرين بوتنشال تبعهم. ليش بحكي لك؟ اول واحد الالكتريكال النيرف سيل تو بروديوس الكتريكال مسج، لحتى تعمل نقل للاشارات الكهربائيه مثلا من الدماغ والسباينال كورد لكل الجسم، والخلايا العضليه لحتى تعمل ايش كونتراكشن وميك موفمنت لحتى تعمل انقباض وتساعد على الحركه، تمام. طيب هسه هذول خلينا نحكي الريست ممبرين بوتنشال بالنسبه لكل نوع من الخلايا، فلو عرفتوهم بشكل عام يعني كويس. سالب 70 ملي فولت بتكون في النيرف سيل، سالب 80 في السكيليتال اند كاردياك مسل، سالب 60 في السموث مسلز، وسالب 100 في الكاردياك مسلز. طبعا هون زي ما بتلاحظوا الكاردياك مسلز متكرره مرتين، هي واحده للاس اي نود والاي في نود وواحده للمسلز نفسها، لكن انتم تعالوا على الكاردياك واشطبوها، يعني لو بدي اسالك عن جو الامتحان بحكي لك انها 100، تمام. فاذا خلينا نحكي سالب 70 للنيرف سيل، سالب 80 للسكيليتال، وسالب 60 للسموث، وسالب 100 للكاردياك، تمام. هذول ايش قيم الريست ممبرين بوتنشال لكل نوع من انواع الخلايا، تمام. طيب الصوره التاليه برضو ايضا مش موجوده في سلايدات الدكتور، لكن طلعتها من الكتاب وحطيتها، كثير برضو مهمه لحتى توصل لك الحكي اللي حكاه الدكتور من المحاضره. بحكي لك from the picture we note that in the cell wall from outside things is positive and inside is negative. زي ما بتلاحظ بالصوره خارج الخلية في الإكسترا سيلولار فلويد يا عزيزي موجبة، وفي الداخل الخلية عندنا إيش الإشارات سالبة، تمام. إيش الإشارات سالبة. طيب بحكي لك صوديوم كونسنتريشن، تركيز الصوديوم is also high in the extracellular fluid. تركيز وين مرتفع الصوديوم زي ما بتلاحظيها الآن جاي كبير برا، لأن فإيش بنحكي تركيز الصوديوم في الأوتسايد مرتفع، بينما تركيز البوتاسيوم بوتاسيوم كونسنتريشن وين تركيزه مرتفع in the intracellular fluid في السائل داخل الخلوي، تمام. في السائل إيش داخل الخلوي. طيب بينما لاحظوا مثلا الصوديوم هون كميتها صغيرة كثير والبوتاسيوم هون كميتها برضو صغيرة كثير، تمام. both are far enters and exit from the cell، كلاهما بيقدر يدخل ويطلع من داخل وخارج الخلية. طيب زي ما بتلاحظوا برا عندي موجب، جوا عندي موجب كثير، وبرا عندي موجب كثير ايضا، فالمفروض برا موجب والمفروض جوا موجب، صح؟ طيب شو اللي بيخلي الخلية من جوا سالبة؟ وانتبهوا معي هاي النقطة يعني كثير مهمة. We also note the proteins اللي هي هاي الـ A minus هي إشارة للبروتينات. We also note the protein إن البروتينات have a negative charge عندها شحنة سالبة and cannot exit of the cell ما بتقدر تطلع برا الخلية due its large size بسبب إيش حجمها الكبير and negative single لأنه برضو شحنتها سالبة. هسا السالب مع السالب بتجاذبن يعني بتظل جوا عفوا بتنافرن بتظل تبعد عن الممبرين فما بتقدر إنها إيش تطلع، تمام. It's flow evaluation of the cell wall that from the inside انه ايش بتخلي الداخل الخليه ايش سالب، تمام. بتخلي داخل الخليه سالب، اوكي. اذا ايش اللي بيخلي داخل الخليه سالب؟ البروتينات. ليش؟ اول شيء لانه شحنتها سالبه راح تتنافر مع السالب، ثانيا انه حجمها كبير وما بتقدر تطلع وين؟ outside of the cell. امتحانكم الساعه 4 ان شاء الله. طيب rule of the membrane عندنا القواعد العامة للممبرين to maintain separated of ion charge and charge لحتى نحافظ على فصل الايونات انه برا موجبة وجوه سالبة. بحكي لك lipid barrier doesn't allow polar charge molecule cross inside the cell so we need channel to cross the cell to this molecule as we need. بحكي لك لحتى الطبقة الثنائية من الدهون ما بتسمح لا الايونات البولر اللي هم القطبية والمشحونة انها تدخل لداخل الخلية، عشان هذا الاشي بنحتاج ل
قنوات لحتى تدخل لداخل الخلية، تمام؟ أيضا النقطة اللي أهم بكثير إنه تعتبر السيل وول أو الممبرين أوف ذا سيل يعتبر سيلكتيف باسج، تمام؟ منفذ اختياري. كيف يعني منفذ اختياري؟ يعني الباب موجود عندي، بفوت اللي بدي إياه وبطلع اللي بدي إياه، تمام؟ طبعا على حسب حاجة الخلية. Due to present the membrane protein، تمام؟ بسبب وجود البروتينات الغشائية. طبعا لما تشوف كلمة membrane protein حط ببالك يا channel يا carrier، تمام؟ ion channel and transfer selective of specific ion، بتم عندنا عملية ايش؟ القنوات الايونية بتنقل الايونات على حسب ايش؟ على ايونات محددة وحسب حاجة الخلية، تمام؟ طيب عملية الجنريشن اوف ريستنج بوتنشال لحتى نكون جهد الراحة على الغشاء نحتاج لأكثر من شغلة، تمام؟ في عندنا كذا قاعدة راح نمر عليهم الآن. أول إشي في عندنا مضخة الصوديوم بوتاسيوم بامب، تمام؟ وأنا حطيت لهم كذا نوت يعني أتوقع آخر المحاضرة كثير مهمين، أو حتى هون برضو مكتوبين يعني أتوقع أنه راح يجيكم سؤال واحدة منهم، تمام؟ فعنا أول إشي مضخة الصوديوم بوتاسيوم بامب، يعني من إحدى الأهم الأشياء المسؤولة عن تكوين الريست ممبرين بوتنشل، تمام؟ طيب الصوديوم بوتاسيوم بامب بيضخ عنا ثلاثة صوديوم أوتسايد زي ما أنتم شايفين، هاي الثلاثة صوديوم بيركبوا هون على الكارير وبيطلعوا لوين لبرا. بالمقابل عنا اثنين بوتاسيوم لوين بدهم يفوتوا؟ هايهم الاثنين باللون الأخضر، طبعا أنا ملون الحكي مع الصور. اثنين بوتاسيوم لوين بدهم يفوتوا؟ بيركبوا هون، بفوتوا لوين؟ لجوا، تمام؟ طيب إلها ثلاث خصائص مهمة. أول واحدة تعتبر كارير، يعني مثل لو سألك مثال على الكارير في الريست ممبرين بوتنشال بحكي له صوديوم بوتاسيوم بوم. ثاني إشي نيد أي تي بي، زي ما بتلاحظوا هاي الفوسفيت بده يرتبط بطرفها لحتى يكون الأي تي بي. ثالث إشي an example of active transport، تمام؟ إنه إيش تعتبر إيش؟ مثال على النقل النشط، تمام؟ ذات مين، هذا بمعنى انه ايش؟ تشتغل against the concentration، بتشتغل ضد التركيز، ومسؤوله from high to low، من المنطقه المرتفعه للمنخفضه. يعني احنا حكينا الصوديوم في الاوتسايد عالي، تمام؟ لكن اذا بتلاحظوا هو قاعد بينقل الصوديوم لبرا مش لجوا، تمام؟ يعني عكس التركيز. والبوتاسيوم نفس الشيء، تمام؟ طيب النقطه جدا مهمه حاط لك اياها بالاحمر، responsible for 20% of rest membrane potential، بتساهم بنسبة 20% من إيش؟ من جهد الراحة، تمام؟ من جهد الراحة، طيب أو جهد الغشاء. راح تحفظ البث، حكيت لكم أنا قاعد بعمل ريكوردينج، هاي مبينة هون إن شاء الله إنها بتضل، يعني إنه بيسيف، لأنه صدقا أنا الزوم أول مرة بستخدمه، حتى لمحاضراتي بحضرها إنش. طيب ان ايكوال ترانسبورت جنريتد اوف ممبرين بوتنشال، التوزيع الغير متساوي للايونات بيكون عندنا جهد الفعل زي ما حكينا، وذ ذا اوتسايد بيكم ريليتيف تو بوزيتيف، الاوتسايد بيصير موجب از مور بوزيتيف ايون ترانسبورت ذات فروم ذا انسايد، وداخل الخليه بيصير ايش؟ سالب مقارنه مع الموجب اللي برا. طيب ايش اللي بيكون برا عندنا؟ شو هذا؟ رننج اوت تايم وي هاف ريموف ذا 13 مينيت. شو يعني هيك؟ يعني اتوقع انه لازم نرجع ندخل، صح؟ اوكي لا لسه شغال الان، بلا شغال. طيب اوكي تو امبورتنت فورس اوبريت ذا ممبرين انرفيت، تمام؟ عندنا قوتين بياثروا على توزيع الايونات، يعني هسه بدنا نعرف ايش اللي بيخلي البرة موجب وايش اللي بيخلي الجوا سالب. جماعه الخير اذا بوصل اللايف واحد يبعث لي مسج، مش تخلوني اضل اشرح ساعه وبعدين الاقي حالي بشرح لحالي، تمام؟ طيب عندنا قوتين اللي بيكونوا عندنا جهد الغشاء او بيخلوا البرا موجب والجوا سالب. اول شيء عندنا الكيميكال فورس، القوه الكيميائيه. ثاني شيء عندنا الالكتريكال فورس، القوه الكهربائيه، تمام؟ طيب كلا القوتين ما فيش واحده بتشتغل لحال، يعني واحده مثلا الكيميكال لحال والكهربائيه لحال، لا كلا الثنتين بيشتغلوا مع بعض. فعشان هيك احنا شو بنسميهم؟ الكتروكيميكال فورس، القوه الكهروكيميائيه، لكن احنا راح نشرح كل واحده لحال عشان نقدر نفهمهم. الكيميكال فورس بديش اطول فيها كثير، بس بالمختصر انها بتنقل الايونات فروم هاي تو لو. ليش؟ لانه اذا بتلاحظوا شو بين قوسين حاط لك ديفيوجن، يعني انتشار. الديفيوجن شو بتعمل؟ تنقل المواد بناء على فرق التركيز من الهاي تو لو،
هيني كاتب لك اياها. From high to low. الحالة الأولى إذا كان الهاي في الانسايد لوين راح تنقله؟ للأوتسايد. وإذا كان الهاي في الأوتسايد لوين راح تنقله؟ للانسايد. طيب تمام؟ أوكي. الحالة الثانية أو القوة الثانية عندنا الإلكتريكال فورس، تمام؟ القوة الكهروكيميائية. Before we start you should know the equilibrium potential of the membrane اللي هو جهد الراحة للممبرين ممكن يكون سالب 90 سالب 80 أو سالب 70 لكن انتوا اعتمدوها انها بالغالب بتكون سالب 70 تمام قديش سالب 70 تمام الequilibrium potential لا الممبرين بكون سالب 70 طيب وهذول الشغلتين وعد اللي يسألكم عن واحدة منهم جوا الامتحان إنه الإكواليبريم بوتينشال للبوتاسيوم سالب 90 والإكواليبريم بوتينشال للصوديوم موجب 60 تمام؟ زي اسمكم الإكواليبريم بوتينشال للبوتاسيوم سالب 90 والإكواليبريم بوتينشال للصوديوم موجب 60 تمام؟ طيب بحكي لك it is movement of charge practical ion under influence of electrical field هي عبارة عن حركة الأيونات تحت تأثير الشحنة الكهربائية بكل بساطة إنه الموجب مع الموجب بتنافر والسالب مع السالب بتنافر والموجب مع السالب بتجاذب تمام بس هيك فهمولي إذا اتفقنا القوة الكيميائية من التركيز المرتفع للمنخفض تمام باختلاف إنه المنطقة وين بتكون والقوة الكهربائية الموجب مع السالب بتنافر مختلفين يتجاذبوا ومتشابهين يتنافروا تمام طيب هسا بدنا نيجي نحكي إذا بتلاحظوا الرسم برين بوتنشال والأكشن بوتنشال بيعتمد على أيونين اللي هم البوتاسيوم والصوديوم فمهم جدا تكون عارف الإكواليبريم بوتنشال لكل واحد تبعهم تمام اللي هو مقدار الراحة أو جهد الراحة لكل واحد فيهم للبوتاسيوم سالب 90 وللصوديوم موجب 60 طيب هسا من الصورة أنا بدي أشرح الصورة عشان أوفر عليكم كل الحكي هذا تمام من الصورة عشان نفهم تأثير القوتين على الصوديوم وعلى البوتاسيوم طيب من وين نبلش؟ نبلش بالصوديوم تمام طيب الصوديوم زي ما بتلاحظوا تركيزها أول إشي نيجي على القوة الكيميائية تمام تركيزها مرتفع وين في الأوتسايد تمام متفقين عليها في الإكسترا سيلولار فلويد لاحظوا حجمها قد راسي كبيرة تمام طيب فإذا بفعل القوة الكيميائية لوين راح تنتقل from high concentration to low concentration from extra fluid to intracellular fluid تمام from outside to inside إذا إيش هاي حطينا سهم إيش القوة الكيميائية من الخارج للداخل هاي بالنسبة لحركة الصوديوم طيب نيجي بالنسبة للقوة الكهربائية إيش صوتكم بيقطع اللي بيحكي شوي شو السماعة عندي بلفون حدا بدي يسأل إشي لا تمام ما يفصل أوكي طيب إذا اتفقنا على القوة الكيميائية إنه إيش هاي الخط تبعها من الخارج للداخل طيب نيجي على القوة الكهربائية شحنة الصوديوم إيش بطبيعة الحال الصوديوم من أي جروب الجروب الأول تمام جروب نمبر 1 هذا في البريدكت تيبل اللي هو الجدول الدوري شحنتها موجب واحد فشحنتها ايش موجب طيب بطبيعه الحال حكينا الموجب لوين بده يروح لعند السالب زي ما بتلاحظوا هاي الشحنه الموجبه برضه لوين راح تروح لداخل الخليه لانه شحنتها سالبه تمام فهاي خط الالكتريكال فورس هاي خط القوه الكهربائيه فاذا بتلاحظوا كلا الاثنين القوه الكيميائيه والكهربائيه اتجاه حركتهم بالنسبة للصوديوم from outside to inside تمام؟ اتفقنا عليها هاي from outside to inside طيب بما انه كلا اتجاه القوتين باتجاه واحد اخذت قيمة موجبة تمام؟ اخذت ايش قيمة موجبة للإكواليبريم تبعها اذا صارت موجب 60 ملي فولت بسبب انه كلا القوتين اتجاههم واحد تمام؟ بينما البوتاسيوم احنا متفقين انه تأثير القوة الكيميائية عليها هي وين high concentration from inside تمام تركيزها مرتفع في الداخل فلوين راح تطرح راح تطلع للخارج فهاي سهم ايش القوة الكيميائية لوين تأثيره لبرا تمام لوين تأثيره لبرا طيب القوة الكهربائية لاحظوا شحنة البوتاسيوم ايضا ايش موجب واحد
طيب شحنتها موجبة، إذا لوين راح تروح؟ راح تروح للسالبة. فلما تيجي بدها تطلع لوين بتلف؟ بتلف وبترجع لجوا. فإذا تأثيرها لوين؟ للداخل، ما بتقدر تطلع لبرا بسبب وجود الشحنات السالبة. فجزء منها بيفلت لبرا وجزء منه بيرجع لجوا، جزء لبرا وجزء لجوا. فهذا إيش اللي بيعطينا الشحن السالبة؟ ليش؟ لأنه تأثير القوة الكيميائية عكس القوة الكهربائية، وهذا اللي بيعطيها إكوليبريم بوتنشال قيمته في السالب، وهو سالب 90 ملي فولت. فهمنا كده الشغلتين، انه هاي تأثير القوة الكيميائية والكهربائية عليها بالنسبة للصوديوم، وهاي بالنسبة لإيش؟ للبوتاسيوم. وأيضا كمعلومة لاحظوا البروتين كل ما يجي بده يطلع بلف وبرجع، كل ما يجي بده يطلع بلف وبرجع، حكينا بسبب انه هذا بيج سايز وهذا نيجاتيف شارج. تمام؟ طيب حكي هذا خلاص خلصناه. طبعا هاي يعكسوها، هي فروم انترا سيلولار فلويد تو اكسترا سيلولار فلويد، تمام، يلي ساحب المادة ورقي. طيب هسا زي ما بتلاحظوا تأثير الصوديوم عليها ايش؟ كلا القوتين باتجاه واحد، فروم تو انسايد، فروم ان تو انسايد، العنكبوت الانجليزي تو انسايد، تمام. بينما البوتاسيوم تأثيرها لوين؟ للاوتسايد والانسايد، يعني واحد لبرا وواحد لجوا. تأثير يعني الصوديوم لو اصير انا بدي العب بحركته واجي بدي اطلعه لبرا بتصير صعبة جدا. ليش؟ لانه كلا القوتين لجوا. بينما البوتاسيوم اذا قويت مثلا الكيميكال فورس بصير يطلع لبرا اكثر، اذا قويت الالكتريكال فورس بصير يفوت لجوا اكثر. فانا بقدر العب في البوتاسيوم اكثر. فعشان هيك لو يسالك جوا الامتحان، وهي متوقعه وسالكم عنها في واحد من امتحاناتكم على فكره، وسالكم عنها ومتوقع انه يرجع يسالكم عنها، اترست ممبرين از هاي بيرمابيليتي اوف بوتاسيوم. تمام؟ ايش بنعتبر؟ نعتبر انه الجدار في حاله الرست هاي بيرمابيليتي، يعني منفذ سريع لايش؟ للبوتاسيوم. So the movement of potassium is the contribute of development of membrane potential. المسؤول الرئيسي عن تكوين الممبرين بوتنشال هو مين؟ حركة البوتاسيوم. تمام؟ طيب هسه في نقطة مهمة، هسه حركة الصوديوم والبوتاسيوم لها مصطلحين اللي هم الانفلكس والايفلكس. هسه هذول المصطلحين العلماء ليش حطوهم؟ عشان يريحوا حالهم شوي. تمام؟ ليش يعني؟ بقول لك بدل ما اضل احكي عن الصوديوم from outside to inside from extra to intra from high to low، بحكي كلمه واحده صوديوم انفلكس، بوتاسيوم افلكس. طيب كلمه انفلكس، ان من كلمه للداخل، وفلاكس اللي هو الفلاسك اللي هو زي الوعاء. تمام؟ فلما تحكي صوديوم انفلكس انفلكس، تمام، اللي هو ايش؟ دخول الصوديوم للداخل. تحكي بوتاسيوم افلكس اللي هو خروج البوتاسيوم للخارج. تمام؟ اي من اكزيت وان فروم انترا. تمام؟ اتفقنا. فاحنا شو بنحكي؟ صوديوم انفلكس وبوتاسيوم افلكس. تمام؟ عشان نريح حالنا. طبعا انتم مرتاحين، انا بس البلعين. المهم اوكي، هسه ان اكسسيف او اكسس اوف بوزيتيف تشارج اون ذا سايد اوف ممبرين ويل بريفنت ذا موفمنت اوف اديشن بوزيتيف اور براكتيكال. لما بتتراكم عندنا الشحنات جوا برا او جوا، بتكون عندنا جهد لكل ايون اللي بيعملها توقف حركه الايونات. كيف يعني؟ يعني احنا مش حكينا الاكوليبريم بوتنشال للصوديوم موجب 60، بصير عندنا تدفق للايونات لجوا ولبرا والحركه هاي كامله. تمام؟ لما بتوصل لعم موجب 60 بتوقف حركه الايونات بالنسبه للصوديوم. ليش؟ لانه تراكم بما فيه الكفايه او للحد الاقصى من مثلا الصوديوم للانسايد. تمام؟ هذا اقصى حد بتقدر توصل له، والبوتاسيوم كذلك. طيب طيب at rest all cell have negative internal charge، بحكي لك في حالة الراحة كل الخلايا لديها شحنة سالبة. internal charge unequal distribution of ion result from، هسا عملية التوزيع الغير متساوي للأيونات زي اللي شفناها، انه البوتاسيوم برا كثير وجوا قليل، البوتاسيوم جوا والصوديوم جوا، عفوا البوتاسيوم برا كثير، البوتاسيوم جوا كثير وبرا قليل، والصوديوم برا كثير وجوا قليل. هاي عملية بنسميها unequal distribution of ion، عملية ايش؟ غير متساوية من توزيع الايونات. سببها ثلاث شغلات وكثير مهمين، انه الصوديوم بوتاسيوم بامب، ايش؟ صوديوم بوتاسيوم بامب، مضخة الصوديوم بوتاسيوم تنقل ثلاثة للاوتسايد واثنين للانسايد. الليميتد صوديوم بيرمابيليتي اللي هي ايش؟ النفاذية المحدودة للصوديوم. طبعا ليش حكينا انه الصوديوم له نفاذية محدودة؟ لانه بس بينتقل from outside to inside. تمام؟ بسبب كلا القوتين. بينما تعتبر hypermobility of potassium، تمام؟ تعتبر ايش؟ نفاذية عالية للبوتاسيوم. ليش؟ لانه بينتقل لجوا ولبرا براحة. تمام؟
آخر شغلة فهمها بعميلة، فاعتبر أن الصوديوم دون فاذيوم الصوديوم بيأثر عليه قوة كيميائية باتجاه معاكس نفس الاتجاه حكيناه هذا. طيب تمام، آخر نقطة في هاي المحاضرة بدنا نحكيها اللي هي الجرادويت بوتنشال. يمكن تشوفوا المحاضرة زخم شوي، بس على فكرة الفهم هاي راح يفهم 3 محاضرات هيك على السريع. طيب جرادويت بوتنشال اللي هو الجهد المتدرج. هسه بدي منكم شغله، تخيلوا الاكشن بوتنشال باب فوق تمام، الريست ممبرين بوتنشال اللي هو اوكي. طيب نعتبر الاكشن بوتنشال باب فوق والريست ممبرين بوتنشال اللي هي الارضيه اللي تحت، بيناتهم شو بده يكون لحتى توصل لفوق؟ درج تمام. فهذا الدرج هو ايش؟ الجرادويت بوتنشال، الجهد المتدرج تمام. طيب جرادويت بوتنشال هو عباره تعريفه ايش؟ لوكال تشينج ان ممبرين بوتنشال، تغير في قيمه الجهد لقيمه جهد الخليه، لكن ايش؟ ان ديفرنت جريدز تمام، بقيم مختلفة. يعني ممكن يكون الجرادويت بوتنشال موجب 10، موجب 15، موجب 20، موجب 30، وات ايفر، انه قيمته ايش؟ بتختلف تمام. طيب قيمته كيف بتختلف؟ بحكي لك ذا ماجنتيود، ارتفاع الجرادويت بوتنشال بيعتمد على ايش؟ على سترينث اوف ستيمولس. يعني احفظوا لي كلمه ستيمولس، كثير كثير مهمه في الاربع محاضرات. ستيمولس يعني محفز تمام، ستيمولس محفز. اذا قوة الجرادويت بوتنشال او الجرادييت بوتنشال بتعتمد على ايش؟ على قوة الاستيمولوس، على قوة المحفز تمام. يعني كل ما كان المحفز اقوى كل ما كانت قيمة الجرادييت بوتنشال اعلى تمام. طيب so are produced by stimulate the case of open cation channels. كيف بتم؟ هذا المحفز هو عبارة عن اشارات بتيجي بتخبط وين؟ على نوع من القنوات الموجبة اللي هي طبعا قنوات ايش؟ الصوديوم. دائما هي ايش؟ قنوات الصوديوم تمام، قنوات الصوديوم. بيجي المحفز وبيخبط قنوات الصوديوم، لما بيخبط قنوات الصوديوم راح يفتح الباب تبعها، لما بيفتح الباب تبعها الصوديوم بده يصير يتحرك into the cell، بده يصير يفوت لداخل الخلية. طيب لما بفوت لداخل الخلية جوا الخلية سالب، وبرا الخلية وشحنة الصوديوم ايش؟ موجب. فلما بتصير تدخل لجوا راح تصير تقلل من النيجاتيفيتي او تعمل انكريز ان تشارج تمام. فهي بحكي لك ميك ا ديكريز ان نيجاتيفيتي انسايد ذا سيل، بقلل السالب السلبيه داخل الخليه تمام. طيب سبريدنج اور بريديشن اوف جرادويت بوتنشال باي باسيف كرنت فلو، اذا عمليه الانتشار او التدفق بالنسبه ل الجهد المتدرج بحدث من خلال ايش؟ حركه الكرنت فلو، حركه التيار او حركه الايونات، وهسه راح نحكيها بالتفصيل تمام. فلما بحكي لك باسيف كرنت فلو اللي هو التدفق هو مش الايجابي، التدفق السلبي للتيار، مالني انا كاين اكتب ولا نايم تمام، التدفق السلبي للتيار يعني معناه باخر بيحتاجش طاقه. ان الكتريكال كرنت والفلو بتوين ذا اكتيف اريا ذا بوتنشال is less negative and ejected area. وهذول النقطتين active area حطوا لي تحتيهم خط، او الactivated area والadjacent area برضه حطوا تحتيها خط. هسا زي ما انتم شايفين الصوره هاي، شايفين هاي المنطقه يلي بده يضرب عندها، احنا متفقين الريست ممبرين بوتنشال قديش؟ سالب 70 تمام. هاي المنطقه ايش اللي خبط فيها الاستيمولس اللي هو المحفز، وهنا مثلا عندي قنوات الصوديوم، لما خبط المحفز هنا صار يدخل الصوديوم لوين؟ لجوا. فحكينا راح تقل ايش؟ النيجاتيفيتي، او بمعنى باخر الشحنه راح تزيد. فلاحظوا قديش هي بالاصل سالب 70، لكن عند هاي النقطه قديش؟ سالب 55، يعني بمعنى باخر الشحنه زادت او النيجاتيفيتي قلت تمام، زي ما بدك. عند هاي النقطه شو هاي النقطه بنسميها؟ بنسميها الاكتيفيتد اريا، منطقه التنشيط او منطقه الفعل تمام. شو راح تعمل؟ راح تنقل الايونات الصوديوم يلي بتفوت وين؟ يمين ويسار، اللي هي ايش؟ الادجستمنت اريا اللي هي المنطقه المجاوره. زي ما بتلاحظوا بعد عنها شوي بتلاقيها صارت سالب 60، بعد كمان شوي صار سالب 65، فقاعده ايش؟ السلبيه بتزيد، بعد كثير بتصير سالب 70، بترجع زي كانه ما فيش عندها تحفيز تمام. اند سو اون تمام. طيب بحكي لك the magnitude of graduate potential is decreasing، بتقل
as we move away, كل ما ابتعدنا عن منطقة الاكتيف اريا زي ما حكينا ايش قيمة الجهد بتقل. تمام. The current is drying out, move away from stimulated area. بعد هيك التيار بصبح أضعف أو بموت كل ما ابتعدنا عن منطقة التحفيز. تمام. طيب graduate potential die out after short distance. تدرج الجهد بموت أو بيختفي تأثيره بعد فترة قصيرة. طيب كيف بصير هذا الاشي؟ يعني كيف بموت؟ يعني بتلاحظ انه هون التأثير سالب 55، بعد عدة ثواني بتلاقيه في المناطق الثانية سالب 70، ملوش دخل. تمام. because leak positive ion outward، بسبب خروج الايونات الموجبة لوين؟ للخارج. الايونات الموجبة بتصير تطلع لوين؟ لبرا. then magnitude of graduate potential is decrease، قيمة الارتفاع تبعت الجهد راح بتقل. with time and distance، اذا هم العاملين الرئيسيين، كل ما زادت المسافة أو زاد الوقت بيقل إيش مقدار الجرادويت بوتنشال. تمام. فآخر إشي اللي هي الخلاصة بحكي لك الجهد المتدرج إلى قيم مختلفة بالثابت موجب 30 وتأثر. ثاني إشي بيعتمد على نوع المحفز، كل ما زادت قيمة المحفز كل ما زادت قيمة الستيمولس بتقل مقدار السلبية بالخلية ويصير الجهد المتدرج أعلى. تمام. الجهد المتدرج بنتج عنه تيار خفيف بيكون اقوى شيء بمنتصف المنطقه يلي راح يوصل فيها المحفز اللي هي حكينا الاكتيفيتد اريا، وبيبدا بالانخفاض مع الوقت وكل ما تحركنا ابعد عن جدار الخليه، يعني الشغلتين التايم والديستنس. تمام. طيب بحكي لك اف جرادويت بوتنشال، يعني انت قاعد هسه هون بالريسك من ريب بوتنشال طلعت كم من درجه. تمام. انت بدك توصل هدفك توصل للاكشن بوتنشال. بحكي لك اذا كان الجرادويت بوتنشال strong enough، كان قيمة الجهد المتدرج قوية كفاية، it will bring the nerve to threshold، راح تأخذ العصبون لوين؟ لعند مستوى العتبة. ومستوى العتبة أنا بشبهه بالباب، زي كأنك طلعت كل الدرج وين وصلت؟ وصلت عند الباب عشان تفوت على الأكشن بوتنشال. تمام؟ طيب الثريشولد اللي هي مستوى العتبة شبهناها بالباب to produce action potential، لحتى تفتح الباب وتعمل إيش؟ جهد فعل which can travel over long distance، لحدوث ايش اللي بيصير لمسافات طويله. يعني rest membrane potential سالب 70، graduate potential انت وطاقتك كم درجه تقدر تطلع؟ تطلع درجتين سالب موجب 20، تطلع ثلاث موجب 30، تطلع مليون موجب مليون عادي لحد ما توصل لعند الثريشولد. بس توصل للثريشولد اللي هي مستوى العتبه سميناها الباب، طبعا لها فاليو معين وهي سالب 50. لما بتوصل لعندها راح يفتح معك الباب وتعمل ايش؟ اكشن بوتنشال. تمام. هاي بالنسبه لاول محاضره. تمام. هاي بالنسبه لاول محاضره. طيب تمام الامور امور لهون. اذا في اي سؤال على هاي المحاضره احكوا لي قبل ما نبلش في المحاضره الثانيه. اي واحد انتم تبعتكم اتوقع انه هاي طبعاً بدأ شوي شرح. الأمور تمام، الأمور طيبة لحد الآن. لا 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 عملت ستوب. أوكي شو مصيبة بس ستوب شيرنج للسكرين. أمور طيبة لحد الآن. طيب أوكي. طيب بعد هيك إحنا راح نحكي عن المحاضرة التاسعة واللي راح نحكي فيها عن الأكشن بوتنشال. راح نتحدث عن جهد الفعل وكيفية تكونه وأنواع القنوات المكونة له وتأثير حركة الأيونات عليه، ونتحدث عن أجزاء العصبون وتركيبه ووظيفة كل واحد منهم. تمام؟ طيب قبل ما نبلش خلنا نشرب مي لو سمحتوا، بس دقيقة واحدة.
طيب يلا نكمل. اوكي طيب تمام. اذا حكينا هسه بدنا نحكي عن الاكشن بوتنشال، وبتمنى تركزوا معي هسه كثير كويس، لانه هذول السبع خطوات تفهمهم بتفهم السبع صفحات اللي ضلوا. تمام، يعني كثير كثير مهمين. طيب هسه بدنا نحكي كيف بدها تصير الاكشن بوتنشال. تمام، كيف بدها تصير الاكشن بوتنشال؟ زي ما بتلاحظوا انا حاط لكم اول سبع خطوات، ايش كاتبهم بالعاميه، يعني مش طالب منك شيء، بس افهمهم وكثر الله خيرك، الباقي بتلحق عليه عادي. يعني حكيت لك، حكيت لكم محاضرات هذولا بيعتمدوا على شو بتفهم شو بتحفظ. تمام، طيب بدايه اذا بتلاحظوا عندنا خطوه رقم واحد جهد، سيبوني من الخطوات، تابعوا معي انا بالرسمي ومسامحكم. تمام، ها كبرت الشاشه اخر شيء كمان، حتى دقيقة شوي كيف بنحركها بالهاند، صح؟ طيب خلاص شيل الهاند، حط لي الماوس. طيب زي ما بتلاحظوا عندنا السالب 70. تمام، سالب 70 هي الريست من برين بوتنشال اللي هو جهد الراحة، يعني ما فيش عندي أي شيء. تمام، فيش عندي أي شيء بالمرة. طيب عند جهد الراحة سالب 70، تمام، سالب 70 هاي جهد الراحة. مر شوية وقت اجى عندي ستيمولس، واتفقنا يا جماعة الخير الستيمولس هو ايش؟ عبارة عن محفز. تمام، عبارة عن ايش؟ عبارة عن محفز. طيب طيب اوكي، طيب اتفقنا الستيمولس هو محفز. المحفز شو بيعمل؟ بيعمل انكريز ان شارج وديكريز للنيجاتيفيتي، اما بزيد الشحنة او بقلل النيجاتيفيتي اللي هي السلبية، نفس الشيء. تمام، طيب فاذا بتلاحظوا هو قلل السلبية من سالب 70 لوين؟ لعند سالب 30، عفوا سالب 50. تمام، من عند سالب 70 لعند سالب 50. هسه اذا وصل لعند سالب 50، تمام، كان المحفز قوي، ووصل لعند سالب 50 هاي المرحله شو بسميها؟ 3 شولد. تمام، 3 شولد اللي هو مستوى العتبه، وحكينا سميناه بالباب اللي بده يفتح لك الاكشن بوتنشال. تمام، تفتح لك جهنم. طيب 3 شولد اللي هو جهد العتبه، تمام، مستوى العتبه. طيب لما بيوصل عند مستوى العتبه، طبعا اذا بتلاحظوا هذا الفرق، شايفين هذا الفرق، هذا هو الجرادويت بوتنشال. تمام، وهذا كامل هو الاكشن بوتنشال، فتخيلوا قديش مقدار الفرق في الحجم. تمام، طيب لما يوصل لعند مستوى العتبه اللي هي سالب 50 شو راح يعمل؟ طبعا احنا اتفقنا انه الجرادويت بوتنشال بيفتح قناه او قناتين من الصوديوم قبل شوي بالجرادويت بوتنشال، صح؟ قناه صغيره من الصوديوم بتفتح. طيب لما توصل لعند الثريشولد، هاي قناه الصوديوم الوحده اللي فتحت بالجرادويت بوتنشال راح تحفز كل القنوات يلي على الخليه نفسها انهم يفتحوا. كل قنوات ايش؟ الصوديوم. تمام، طبعا هاي مثال على ايش؟ على البوزيتيف فيدباك ميكانيزم. تمام، اللي اخذتوها في الهوميوستاسيس، مثال على ايش؟ على البوزيتيف فيدباك. طيب راح تحفز كل القنوات، الصوديوم منها تفتح، واتفقنا انه الصوديوم شو راح يصير؟ الصوديوم راح ينتقل من الخارج للداخل، وشو سميناها؟ صوديوم انفلكس. صوديوم ايش؟ انفلكس، تدفق الصوديوم لداخل الخليه. والصوديوم يا حسام شحنته موجبه، فهي زي ما كاتب لك صوديوم انفلكس، شو راح يعمل؟ راح يزيد الدرجه من سالب 50 لعند موجب 30، لعند وين؟ موجب 30. طبعا هاي العمليه الزياده في الشحنات من سالب 50 لعند موجب 30 بنسميها دي بولرايزيشن. دي بولرايزيشن عمليه ازاله الاستقطاع. تمام، عمليه الدي بولرايزيشن اللي هي عمليه ازاله الاستقطاع راح تكون نتيجه ايش؟ تحفيز كل قنوات الصوديوم منها تفتح، تدفق الصوديوم لداخل الخليه. تمام، بيستمر عملية تدفق الصوديوم لداخل الخلية نتيجة انه فتحت قنوات الصوديوم لحد موجب 30. طيب عند موجب 30 بسميها البيك بوتنشال. بيك يا جماعة الخير يعني القمة. تمام، بيك يعني القمة، بيك بوتنشال قمة الجهد. اذا اعلى قيمة للجهد ممكن انها توصل لها هي ايش؟ موجب 30. طبعا هذا في اي اكشن بوتنشال في الكون. تمام، احفظوها، شو ما يسألك عن قيمة البيك بوتنشال دائما موجب 30. تمام، طيب عند موجب 30 بتسكر قنوات الصوديوم
وبتفتح قنوات البوتاسيوم، تمام؟ تمام لهون؟ عند موجب 30 بتسكر قنوات الصوديوم وبتفتح قنوات ايش؟ البوتاسيوم. طيب لما بتفتح قنوات البوتاسيوم يا حسام شو بصير؟ قنوات البوتاسيوم تركيزها وين مرتفع؟ البوتاسيوم في الداخل، لوين راح تصير؟ تطلع لبرا، فبصير عندنا بوتاسيوم اي فلكس، تمام؟ بوتاسيوم اي فلكس. فايو بحكي لك كلوز صوديوم شانل اند اوبننج بوتاسيوم شانل، شو راح يصير في البوتاسيوم؟ اوتسايد راح يطلع للخارج، فشو سميناها؟ بوتاسيوم اي فلكس. فعمليه تدفق البوتاسيوم للخارج راح تزيد من النيجاتيفيتي في داخل الخليه، راح تزيد من النيجاتيفيتي في داخل الخليه. طيب لما تزيد النيجاتيفيتي داخل الخليه لاحظوا قديش راح تزيدها، من موجب 30 لعند سالب، خلينا نحكي لعند سالب 70 اول شيء بعدين نيجي على سالب 90، لعند سالب 70. هاي العمليه كامله من موجب 30 لعند سالب 70 شو سميناها؟ ريبولاريزيشن. اول شيء حكينا ديبولاريزيشن، هسه ريبولاريزيشن. ري من كلمه اعاده او ريسايكل مثلا زي اعاده تدوير، تمام؟ فلما نحكي ريبولاريزيشن هي اعاده الاستقطاب، تمام؟ هي ايش؟ اعاده استقطاب. طيب لما نحكي ريبولاريزيشن هي عمليه اعاده الاستقطاب، اعاده الصوديوم لاعاده ايش؟ استقطاب الخليه. طيب ريبولاريزيشن اعاده الاستقطاب، وهي من عند موجب 30 عند سالب 70. شو سببها؟ اغلاق قنوات الصوديوم، فتح قنوات البوتاسيوم، تدفق البوتاسيوم من الداخل للخارج، او بوتاسيوم اي فلكس. تمام لهون؟ اوكي. طيب لما بتوصل عند سالب 70 ما بتوقف، هي المفروض انها وصلت رجعت لعند الريست ممبران بوتنشال، خلاص توقف وبصير في اكشن بوتنشال ثاني، لكن شو اللي بصير؟ ما بتوقف. ليش؟ لقدام راح نشرح ليش. شو بصير؟ بتكمل لحد سالب ايش؟ سالب 90، تمام؟ لحد سالب 90، وهي ايش؟ هايبر بولارايزيشن. هايبر بولارايزيشن منطقه ايش؟ فرض الاستقطاب، تمام؟ هايبر اللي هي من الكثره، تمام؟ هايبر بولارايزيشن فرط في الاستقطاب، تمام؟ هايبر بولاريزيشن. طبعا هي مش سالب 97، هي سالب 90. حطوها عندكم ايش؟ سالب 90 ملي فولت. اوكي ممكن يجيب لي بين سالب 90 وسالب 95 ولا لازم هي شرط ثابت سالب 90؟ لا بلا، هي ثابتة، حكاها الدكتور انه سالب 90. هو بالاصل المفروض في الكتاب اصلا تكون سالب 97 وهي الكوليبريم بوتنشال للبوتاسيوم، لكن احنا زي ما شرحنا في محاضرة الريست ممبرين لما حكينا انه الكوليبريم بوتنشال حكينا للبوتاسيوم سالب 90، صح؟ بالضبط، تمام. فاحنا لما حكينا انه سالب 90 هي اصلا نفسها قيمة الهايبر بولاريزيشن، هي قيمة الكوليبريم بوتنشال تبع البوتاسيوم، فحسب ما هم معتمدينها عندكم انها سالب 90، فانا اعتمدتها انها سالب 90، تمام؟ فهي القيمه اللي بتجيب لك. طب هي نفسها فتره الجموح، صح؟ بالضبط. لا فتره الريفراكتوري بيوريد بتفرق شوي، خليها شوي. خلاص تمام. اوكي. طيب فاذا زي ما اتفقنا الهايبر بولرايزيشن لوين بتوصل؟ لعند سالب 90، تمام؟ لما بتوصل لعند سالب 90 هون بتشتغل عندنا، يعني خلينا نستنتج شغلة بسيطة، هسا راح نعيد كل الخطوات بشكل سريع عشان نرتب أمورنا. حكينا الصوديوم لوين صار يفوت؟ صار يفوت لجوا لعند موجب 30، بعدين البوتاسيوم صار يطلع لبرا لعند موجب لعند سالب 90، تمام؟ طيب احنا متفقين يا حسام في الخلية الطبيعية الصوديوم بيكون برا كثير والبوتاسيوم جوا كثير، تمام؟ طيب لكن اللي صار في عملية الاكشن بوتنشال العكس تماما، تمام؟ ليش العكس تماما؟ الصوديوم صار جوا والبوتاسيوم صار برا. طيب احنا كيف بدنا نرجع التوازن لحالته الطبيعيه؟ يعني زي ما بتلاحظوا بعد الهايبر بولرايزيشن الخط بيرجع بيرتفع وبيرجع لعند الريست ممبرين بوتنشال. كيف بتصير هاي الخطوه؟ بتصير من خلال مضخه الصوديوم بوتاسيوم. طبعا النقطه يلي للاسف اغلب الطلاب بيخربطوا فيها انه ما بيميز بين الشانل تبعون الصوديوم والبوتاسيوم والبامب او الكارير تبعت الصوديوم بوتاسيوم، تمام؟ ذا انترنت كونكشن از انستابل، في تقطيع بالصوت او شيء، انا حاسه ستيبل كثير يعني عندي شغال البريميوم. شوف بلا شغال. طيب حكينا الصوديوم صار جوا كثير والبوتاسيوم برا كثير، وهذا مش منطقي
المفروض الصوديوم برا كثير وجوه قليل، وجوه قليل، والبوتاسيوم جوه كثير وبرا قليل، تمام؟ شو بتيجي؟ بتيجي مضخه الصوديوم بوتاسيوم بامب، بتصير تنقل ثلاثه صوديوم من الداخل للخارج واثنين بوتاسيوم من الخارج للداخل، لحتى ترجع عندي فرق التركيز متساوي اللي هو سالب 70. اذا نعيد عمليه الاكشن بوتنشال بشكل سريع، بيكون عندنا سالب 70، بيجي ستيمولس بيخبط قنوات الصوديوم، بتفتح عندي قناه وقناتين للصوديوم بس، توصل لحد الثريشولد بتحف اللي هي مستوى العتبه، بتحفز كل قنوات الصوديوم يلي حواليها انها ايش تفتح. طيب لما تفتح قنوات الصوديوم شو بصير عندي؟ بصير عندي ديبولاريزيشن، عمليه ازاله استقطاب. طيب عمليه ازاله الاستقطاب شو راح تعمل عندي؟ راح تسمح بتدفق الصوديوم لداخل الخليه، راح تسمح بايش؟ بتدفق الصوديوم لداخل الخليه. يقطع الصوت شويه حسام عن جد. طيب انا ليش طالع عندي انه النت يعني كثير كويس، يعني مش شايف فيه مشكله. مش حاط سبيد تستند بيقطع. تمام زبط اوكي. طيب فاذا احنا حكينا انه اللهم صل على سيدنا محمد، حكينا انه ايش؟ انه لما توصل لعند سالب 50 اللي هي مستوى العتبه او الثريشولد، راح تعمل عندنا ديبولاريزيشن، ازاله استقطاب، تمام؟ راح تحفز كل قنوات الصوديوم انها تفتح، ويصير عندنا صوديوم انفلكس، الصوديوم بده يفوت لجوا. تستمر هاي العمليه من سالب 50 لعند موجب 30، وسميناها البيك بوتنشال، وهي قمه الجهد، وهي اعلى قيمه ممكن يوصل الها ايش؟ جهد الفعل. طيب موجب 30 بتسكر قنوات الصوديوم وبتفتح قنوات البوتاسيوم، تمام؟ طيب فتح قنوات البوتاسيوم راح يعمل عندي اعاده استقطاب، وهي الريبولاريزيشن، نتيجه تدفق البوتاسيوم من الداخل للخارج، بيعمل عندي بوتاسيوم ايفلاكس، تمام؟ طيب بيستمر هاي العمليه لعند سالب 70، وسميناها ايش؟ ريبولاريزيشن، اعاده استقطاب. لما بتوصل عند سالب 70 ما بتوقف، بتكمل حركتها وبيستمر تدفق البوتاسيوم للخارج، لوين بتوصل؟ لعند سالب 90، وهي الاكوليبريم بوتنشال تبعت البوتاسيوم، وسميناها ايش؟ هايبر بولارايزيشن، اللي هو فرط في الاستقطاب بالنسبه لايش؟ للبوتاسيوم، فرط في الاستقطاب. طيب عمليه الاكشن بوتنشال عملت عندي توزيع للايونات بشكل غير مقبول، كيف يعني؟ الصوديوم صار جوا كثير والبوتاسيوم صار برا كثير، تمام؟ يعني العمليه معكوسه. فشو بتيجي؟ بتيجي عندي مضخه الصوديوم بوتاسيوم بامب، من خلال كل اي تي بي واحد بتنقل عندي ثلاثه صوديوم من الداخل للخارج واثنين بوتاسيوم من الخارج للداخل، لحتى ترجع لعند الريست ممبرين بوتنشال وتصير جاهزه لاكشن بوتنشال جديد. اتمنى الفكره تكون وصلت، تمام؟ هاي عدل العملية بدي أحكي لك عنها وتعريف كل واحدة كيف هي، يعني بترجع تقرأهم بكل بساطة وكلهم حكيناهم، تمام؟ طيب يعني تعريف لكل واحدة كل عملية وإيش هي، طبعا أنا شرحتهم لفلست، أوكي؟ طيب قانون الكل أو العدم اللي هو none of all or none، قانون الكل أو العدم بس شغلته بسيطة جدا، بحكي لك if the stimulus enough to change rest membrane potential to the threshold the action potential will happen. If they're not, they will not happen. كيف يعني؟ بحكي لك إذا كان المحفز، تمام، المنبه يلي بده يجي ويخبط جدار الخلية يغير الريست ممبرين بوتنشال لحد الثري شولت، يعني يغير جهد الراحة لحد مستوى العتبة، بصير في عندي أكشن بوتنشال. إذا كان أقل من مستوى الثري شولت، يعني المحفز وصل لي جهد الخلية أقل من سالب 50، تمام، ما راح يصير في عندي أكشن بوتنشال. ناخذ مثال بسيط، تمام، مثال بسيط. احنا بنعرف انه الرست ممبرين بوتنشال قديش؟ سالب 70. واجا عندي منبه قوته 10 ملي فولت، قوته 10 موجب ملي فولت، راح يصير عندي اكشن بوتنشال ولا لا؟ جاوبوني. حكينا الرست ممبرين سالب 70 واجا عندي منبه قوته 10 ملي فولت، راح يصير عندي اكشن بوتنشال ولا لا؟ لا، تمام، ممتازين.
ليش ما بيصير؟ حكينا لأنه ما راح يوصل لعند مستوى العتبي، يعني لازم المفروض يكون قوته موجب 20 أو أكثر، تمام؟ لحتى يصير في عندي أكشن بوتنشال. طيب هسا الشغل القوي والكثير كثير مهمة وأكيد مليون بالمية جماعة الخير بسأل عنها جوا الامتحان، إذا كان المنبه قوي قوي كثير، يعني قوته مليون، قوته أكثر من موجب 30 حتى، خلينا نحكي قوته 150، تمام؟ وإجانا سؤال زيه مرة في الامتحان وكان صعب جدا يعني جوابه، تمام؟ فهيو بيحكي لك if the stimulus very very strong، كان المحفز قوي كثير، يعني الماجنتيود مش حكينا البيك بوتنشال حكينا موجب 30، خلينا نحكي وصل لحد قيمة هذا المحفز كانت 150، تخيلوا قديش؟ طيب شو بصير؟ بحكي لك will be than more one action potential per millisecond، يعني بصير عندنا أكثر من action potential واحد خلال الملي سكند الواحد، لكن الماجنتيود always constant، يعني ارتفاع جهد الفعل ما بيزيد كل ما زادت قيمة الستيمولس، لا بيصير عندي أكثر من action potential خلال الملي سكند وحده نتيجة قوة المحفز، تمام؟ الماجنتيود ثابت والفريكونسي بتزيد، تمام؟ أوكي؟ بينما في الجرادويت بوتنشال العكس تماما، حكينا كل ما زادت قيمة المنبه كل ما زاد ارتفاعه، تمام؟ فهاي النقطة من قانون النون اوف اول اور نون، هاي كثير مهمة. طيب هسه بدنا نفهم الآلية بالتفصيل، كيف بتصير آلية الديبولاريزيشن وآلية الريبولاريزيشن. طيب عشان اريحكم من كل هالحكي هذا كامل، زي ما بتلاحظوا قبل ما اجي على الحكي هون من راحة الرسمة، هسا لما تفتح القنوات تبعات الصوديوم متى بتوقف؟ المفروض احنا حكينا من الريست ممبرين بوتنشال، بتوقف المفروض لما توصل لعند الإكوليبريم بوتنشال تبعها اللي هو موجب 60 في الاصل، في الاصل او في الاشي المقبول انه توصل لما تكون وين؟ عند موجب 60 زي ما حكينا قبل شوي. لكن زي ما بتلاحظوا بالديبولاريزيشن او خلال اكشن بوتنشال توصل لعند موجب 30 وبتوقف، ما بيخليها توصل لعند موجب 60. بينما العكس تماما في حالة البوتاسيوم اللي هي إعادة الاستقطاب الريبولاريزيشن بتظل مكملة وبتوصل عند إيش؟ الإكوليبريم بوتنشال تبعها اللي هو سالب 90. طيب ليش بيزبط في البوتاسيوم وما عفوا في الصوديوم وما بيزبط في البوتاسيوم؟ هسا رح نشرحها. أول إشي لازم نعرفه إنه عنا نوع الشانل المسؤولة عن تكوين الأكشن بوتنشال، وهي الفولتج جيت بالنسبة لـ الصوديوم والفولتج جيت بالنسبة للبوتاسيوم، تمام؟ القناة الكهربائية للصوديوم والقناة الكهربائية بالنسبة لإيش؟ للبوتاسيوم، تمام لهون؟ أوكي. طيب زي ما بتلاحظوا في الصورة هاي عنا إيش؟ طبعا الامتحان راح يجي فيه صور، وأول صورة راح تجيكوا هاي، لا هاي ثاني صورة، أول صورة راح تجيكوا اللي هي صورة الأكشن بوتنشال، هاي راح يجيب لك إياها أو راح يجيب لك هاي، تمام؟ ويسألك عن أي نقطة فيهم، طبعا شرحناهم كلهم. ثاني صورة ممكن يجيب لك إياها، بيجيب لك الصورة هاي أو بيجيب لك الصورة هاي وبقول لك هاي لأي قناة، تمام؟ هسا رح نعرف الفرق بيناتهم راح أحكي لكم. طيب عشان تقدر تميز بينهم، طبعا هو راح يقصها قص بحيث ما تكون مبينة. طيب هسا بالنسبة للصوديوم زي ما بتلاحظوا هاي الفولتج جيت تبعت الصوديوم، وهي بتتكون من ذراعين، يعني بمعنى وبآخر هاي عبارة عن باب، اللي هي هاي اللي هون، هاي هي الباب، والباب إلو بوابتين، تمام؟ مش بوابة واحدة، بوابتين. طيب هاي الذراع الأولى اللي هي البوابة الأولى وهاي البوابة الثانية، الذراع الأولى والذراع الثاني. الذراع الأولى اسمها الأكتيفيشن جيت، الذراع النشطة، إيش اسمها؟ الأكتيفيشن جيت. طيب الذراع الثانية اسمها إن أكتيفيشن جيت، تمام؟ اسمها الذراع الغير نشطة، هاي زي الكرة أو الدوحل أو الكل زي ما بتكو سموها، هي ايش؟ ان اكتيفيشن جيت، تمام؟ طيب في حاله الراحه هي كاتب لك تحت اترست ميمبرين بوتنشال في حاله السالب 70 بتكون الان اكتيفيشن جيت شو؟ مسكره، تمام؟ طبعا الحكي هذا كامل انا كاتبه هون، تمام؟ بس انا عشان اعرف اشرح مع الصوره. طيب بتكون ايش؟ هاي مسكره، تمام؟ اللي هي ايش؟ الان الاكتيفيشن جيت، الذراع الفعاله بتكون مسكره اترست ميمبرين بوتنشال. طيب اجى عندي ستيمولس وخبط القناة وحفزها إنها إيش؟ تفتح. طيب إمتى بتفتح؟ طبعاً لما بترفع الريست ممبرين بوتنشال من سالب 70 لسالب 50 اللي هو إيش؟ الثريشولد.
طبعا شو راح تعمل؟ الذراع الاكتيفيشن جيت والاوبن، هيها ايش شو بده يصير؟ رابد اوبن اوف تارجت ات ثريشولد، راح تفتح بسرعه خلال ايش؟ مستوى العتبه. لما بتوصل لمستوى العتبه راح تفتح. طيب لما بتفتح راح يصير عندنا صوديوم انفلكس، بيستمر تدفق الصوديوم لحد ايش؟ لحد موجب 30 يا عزيزي، لحد قديش؟ موجب 30. هسه عند موجب 30 شو بصير؟ شايفين الجل هذا اللي حكينا عنه اللي هو الانكتيفيشن جيت، الذراع الغير فعاله، بتيجي عند موجب 30 هيو فروم بيك بوتنشال تو ريست بوتنشال اللي هي الموجب 30، شو بصير؟ سلو كلوزد ات ثريشولد، بتصير تسكر شوي شوي لحد ما توصل عند البيك بوتنشال. يعني عند موجب 30 خلص هذا الجل بيجي وبيسكر اللي هو الانكتيفيشن جيت، الذراع الغير فعاله بتسكر قناه الصوديوم، تمام؟ فشو اللي بيمنع حدوث الإكواليبريم بوتنشال للصوديوم خلال الأكشن بوتنشال؟ بحكي له بسبب because close of in. شكرا لك. because close of in activation gate of sodium of voltage gate sodium channels، تمام؟ بسبب إنه الذراع غير نشطة بتسكر قناة الصوديوم طبعا امتى؟ at peak potential، يعني عند موجب 30 بتسكرها وبتمنعها انها توصل لعند الإكواليبريم potential تبعها، تمام؟ فهذا سؤال وارد. هي بحكي لك so because inactivation gate close at 30 equilibrium potential millivolt there will not be equilibrium اللي هو no plus 16 millivolt، تمام؟ طيب عرفنا الصوديوم شانل انها ايش؟ الها تو اكتيفيشن، واحده الها تو جيت، واحده الاكتيفيشن والثانيه الانكتيفيشن. الاكتيفيشن بتفتح عند الثريشولد وبتسكر طبعا عند الريست، والانكتيفيشن بتسكر ات 3 ات بيك وبتفتح ات الريست، تمام؟ طيب بعد هيك راح نحكي عن الريبلرايزيشن، اعاده الاستقطاب. طبعا في اعاده الاستقطاب احنا رايحين نحكي عن الفولتج جيت بوتاسيوم شانل، اوكي، اللي هي ايش؟ قناة البوتاسيوم، تمام، الكهربائية. طبعا هاي انها ايش؟ بداية الفرق الوحيد اللي ما بينها وما بين الصوديوم شانل انه ايش؟ الها ذراعين، وهاي ايش؟ الها ذراع واحدة، تمام؟ تمام؟ يعني لو جاب لك جوا الامتحان، خلنا ناخذ مثال، عمل لك الحركة هاي، طبعا غير لونها اشي عادي، تمام؟ عمل لك الحركة هاي، هيك راح يعمل جوا الامتحان يعني. راح يطلع سكرين شوت ولا راح يبعرنا؟ بعطيني انك تفتح يا اخي. طيب شايفين كيف بجيب لك هاي وبحكي لك هاي عبارة عن ايش؟ اي قناة فيهم مباشرة بتطلع عندها ذراع واحدة، والله هاي بوتاسيوم، عندها ذراعين، والله هاي صوديوم، تمام؟ انتبهوا لها كثير، كثير طلاب بخربطوا فيها، يعني كثير كثير مهمة، تمام؟ هاي من الرسمات المتوقع انه يجيب لك اياها. طيب نكمل. اذا هاي الفولتج جيت بالنسبة للبوتاسيوم بتكون ايش؟ مغلقة ات ريست ممبرين بوتنشال، وبتظل مغلقة لحد بتوصل لعند البيك، لعند موجب 30، عند موجب 30 بتفتح. لما بتفتح شو راح تعمل؟ راح تعمل عندنا تدفق للبوتاسيوم outside of the cell، تعمل صوديوم عفوا بوتاسيوم إفلكس، تمام؟ شو راح يصير في البوتاسيوم إفلكس؟ يصير يطلع لبرا. طيب بيستمر تدفق البوتاسيوم لبرا لحد موجب لعند سالب ايش؟ سالب اللهم صل على سيدنا محمد سالب 70. بعد سالب 70 بيستمر عملية التدفق. طيب ليش بتضل مستمرة عملية التدفق وبتوصل لعند سالب 90، تمام؟ لانه ما عندها inactivation gate، ما عندها الذراع الغير فعالة لحتى تسكرها. فهذا هو السبب انه هذا هو السبب انه البوتاسيوم channel او البوتاسيوم بيوصل للإكواليبريم بوتنشال تبعه خلال مرحلة الاكشن بوتنشال، بينما الصوديوم لا، تمام؟ because doesn't have inactivation gate to stop it so will make hyperpolarization and equilibrium potential of potassium will happen. راح يدخل عندنا ايش؟ يصير في عندنا equilibrium potassium، تمام؟
طيب هسه بعد الهايبر بولاريزيشن حكينا عن هاي العمليه انه هاو ميمبرين بوتيشن راح يرجع للريس ميمبرين بوتيشن، حكينا باي صوديوم بوتاسيوم بوم. هسه بعد ما صار عندنا جهد الفعل وخلص، اذا بتلاحظ تراكمت ايونات البوتاسيوم برا وايونات الصوديوم جوا، وهذا غلط، يعني ما بصير عندنا جهد فعل مره اخرى اذا ظل الوضع هيك، لانه المحفز بحفز قنوات الصوديوم، فبتيجي مضخه الصوديوم بوتاسيوم تنقل 3 صوديوم للخارج 2 بوتاسيوم للداخل لحتى ترجع للريس ميمبرين بوتنشال اللي هو سالب 70. امور بسيطه جدا، تمام. طيب الفراكتشر او الكاركترستيك اوف ذا اكشن بوتنشال، الخصائص المهمه بالنسبه للاكشن بوتنشال، تمام. طيب بالمختصر والشيء سهل جدا، it is all or none therapy، إظهارة الكل أو العدم. حكينا إما إذا كان المحفز قوي راح يصير action potential، كان ما بوصلش للثريشولد ما بصيرش action potential، تمام. النقطة هاي اللي بتهمني أنا إنه بحكي لك so strong stimulus increase the frequency of action potential not the magnitude. إذا كان الستيمولس قوي راح يزيد عندنا الفريكونسي، فريكونسي يعني التعداد، الماجنتيود الارتفاع، الارتفاع ثابت. لاحظوا هاي عندنا الجرادويت بوتنشال، لاحظوا قديش صغير بالنسبة للأكشن بوتنشال، تمام. هاي الجرادويت بوتنشال حجمه صغير مقارنة بإيش؟ بالأكشن بوتنشال، تمام. وما بيوصل لعند الثريشولد وبيعملش أكشن بوتنشال، تمام. هاي عندنا الأكشن بوتنشال الطبيعي، تمام. هاي الواحد. طيب طبعا إذا كان الاستيميروس يعني مناسب وبسيط. طبعا هاي المالتيبل اكشن بوتنشال بير ملي سكند اذا كان عندنا سترونج ستيمولس، تمام. اذا كان عندنا محفز قوي. طيب زي ما بتلاحظوا الارتفاع نفسه كله موجب 30، تمام. لكن شو اللي زاد عندي؟ زاد عندي الفريكوانسي، سو ذا ماجنيتيود از كونستانت بينما الفريكوانسي نوت كونستانت، بتضل تزيد، تمام. طيب سترونج ستيمولس بروديوسد جريتر نمبر اوف اكشن بوتنشال بير ملي سكند، حكيناها. ثاني خاصية للأكشن بوتنشال، باي حلقي راح. طيب once inhated it will be produced from seat of stimulant of the terminal axon in the non-decremental vision، تمام. لما بيبدأ عندنا تحفيز جهد الفعل على مكان العصبون أو نهاية العصبون بصير يمشي إيش؟ في non-decremental vision. كيف يعني؟ يعني قيمة الأكشن بوتنشال بتكون ثابتة في كل مكان، تمام. يعني كيف يعني؟ يعني هون قيمته موجب 30 موجب 30 موجب 30. بدي بكوز أسئلة الفيسيو بعنا والله ما امتحنا بكرة الامتحان. كلهم إيش؟ كلهم موجب 30، تمام. كلهم إيش؟ موجب 30 يعني قيمته ثابتة، فهو إيش؟ نون ديكريمنتال، تمام. قيمته ثابتة. هيو إذا وصلنا لشغلتين، إنه جهد الفعل ينتقل بشكل متصل دون نقصان وبيكون باتجاه واحد. اول نقطه انه نون ديكريمنتال، تمام، سيم فاليو، لهم نفس الارتفاع كلهم موجب 30. ثاني شيء بيكون يوني دايركشن اور وان دايركشن، يعني بيتجه من طرف بيظل مكمل لطرف ثاني بدون ما يرجع لورا، تمام. يعني بيكون اتجاهه واحد، تمام، بيكون اتجاهه واحد. طيب اللي سالني عن الريفراكتور بيوريد اللي هي فتره الجموح، يتبع معي لانه موضوع مهم، و99.999% راح يسألكم عنه، تمام. وفي سؤال كثير حلو عليه، هو سؤال مش راح يجي زيه صدقا، يعني بده شوية تفكير بس يعني حلو انك تحله، تمام. طيب تقريبا خلصنا المحاضرة، راح خلص المحاضرة هاي نريح نص ساعة للثنتين ونص، طبعا اذا خلصنا من نص ساعة مش راح نخلص يعني للثلاثة الا ربع، نرجع نفتح الزوم، اوكي. طيب الريفراكتوري بيريد اللي هي فترة الجموح، it is the time، شو تعريفها؟ it is the time during you which you can't inhibit another action potential on the same place on the membrane. هي عبارة عن الوقت يلي انت ما بتقدر تعمل action potential ثاني في نفس المكان يلي على الغشاء اللي قاعد بصير فيه action potential. طيب السؤال انه ليش؟ بحكي لك because the in the channel the sodium channel closed by inactivation gate. انه ايش؟ بحكي لك انه السبب خلال فترة الجموح بتكون قنوات الصوديوم مسكرة من خلال الذراع الغير فعالي، الانactivation gate اللي هو القل هذا اللي حكينا عنه قبل شوي او الدوحل هذا، شايفين كيف؟ لما بيسكر بتيس، بيسكر عن موجب 30 خلص بتيس، بضل مسكر مستحيل يرجع يفتح الا لحتى ترجع لعند الريست ميمبرين بوتنشال، تمام؟ لانه اسمه معاه غير فعال يعني حمار بالمرة، ولا بأخذ ولا بيعطي، تمام؟ طيب إذا شو السبب
مرحلة الريفراكتور بيورد انه ما بنقدر نعمل اكشن بوتنشال خلال على هذا المكان خلال نفس الوقت. ليش؟ لانه قنوات الصوديوم تكون مسكرة بسبب الان اكتيفيشن جيت. طيب عندنا تو تايب اوف ريفراكتور بيورد، عندنا مرحلتين لفترة الجموع، هاي باللون الاحمر واللي باللون الاصفر. اللي باللون الاحمر بنسميها ابسوليوت ريفراكتور بيورد، اللي هي حتمية فترة الجموع. تمام، حتمية فترة الجموح يعني فترة الجموح هون بتكون إجباري وممنوع إنها تروح. تمام؟ فهي بحكي لك you can't inhibit another action potential، تقدرش تعمل أي action potential آخر. Not matter how strong stimulus of the axon، مش مهم قديش قوة الستيمولس اللي ممكن إنك تجيبه. Because sodium channels closed by inactivation gate. ليش؟ لأنه بسبب قناة، خلينا نحكي اللهم صل محمد، قنوات الصوديوم تكون مسكرة بفعل الـ inactivation gate اللي هي القنوات اللي هي الذراع الغير مستقرة. طبعا هاي المرحلة زي ما بتلاحظوا هي بتصير خلال مرحلة إزالة الاستقطاب وإعادة الاستقطاب، depolarization والrepolarization. يعني لو يسألك جوا الامتحان انه الابسوليوت refractory period متى بتصير، بحكي له خلال اللهم صل سيدنا محمد مرحلة depolarization repolarization threshold. تمام، طيب الريليتيف ريفراكتوري بيورد اللي باللون الاصفر، طيب تايم يو كان انهيت انذر اكشن بوتنشال. انتبهوا بالريليتيف اللي هي امكانيه فتره الجموع، الاولى ابسوليوت هذيك ما فيش فيها مجال خلاص حتميه فتره الجموع. هاي المرحله بتقدر انك تعمل انذر اكشن بوتنشال، تقدر انك تعمل اكشن بوتنشال ثاني، لكن ايش يو نيد سترونج ستيمولس، بدك ايش محفز قوي جدا. تمام، طيب طبعا هاي ايش بتصير؟ بتصير بمرحله ايش؟ فرط الاستقطاب في مرحله الهايبر بولاريزيشن. طيب خلونا نفسرها حبه حبه، وحكينا المحاضرات بتعتمد على الفهم. هسه اتفقنا انه في الابسوليوت ريفراكتوري بيورد اللي هي مرحله الدي والريبولاريزيشن ما بنقدر نعمل اكشن بوتنشال ثاني، لانه لين اكتيفيشن جيت كلهم بكونوا مسكرين من خلال قنوات الصوديوم. تمام تمام، بالريليتيف ريفراكتوري بيورد بنقدر نعمل اكشن بوتنشال، بس ايش؟ بدنا محفز قوي. طيب اذا بتلاحظوا Relative Refractory Period هي مرحلة الهايبربولاريزيشن، زي ما اتفقنا انها ايش؟ بدها تكون سالب 90. طيب يا حسام انت حكيت لنا الريست ممبرين بوتنشال سالب 70، لحتى يصير عندنا اكشن بوتنشال لازم ارفعه من سالب 70 لعند سالب 50. تمام، يعني قديش الفرق؟ 20، بدي موجب 20 بعمل اكشن بوتنشال. طيب لما تكون عند سالب 90 وانا بدي اياها لعند سالب 50، قديش مقدار الفرق؟ 40. شفتوا الفرق تقريبا الضعف، فعشان هيك انا بدي ستيمولس يكون قوي يرفع من سالب 90 لعند سالب 50 لحتى يحدث عندي اكشن بوتنشال. وصلت الفكره؟ تمام. طيب طبعا هاي ارجعوا عدلوها، بدل سالب 97 حطوها سالب 90، انا مش عارف شو مالي مدقر على 97. طبعا ليش الاكشن بالريليتيف ريفراكتوري بيورد ممكن انه يصير عندنا اكشن بوتنشال؟ بحكي لك بيكوز سم صوديوم شانل start open his activation gate، لانه بعض قنوات الصوديوم بتكون لها فتره طويله وهي فاتحه، او بتكون خلاص رجعت يعني لمرحله الريست ممبرين وبتكون بلشت تفتح. تمام، طبعا هذا السؤال think question، لو بدي اشرح السبب بدي ارجع عيد نفس الفكره كامله، فخلوا انتم بتفكروا فيه. تمام، طبعا الجواب بشبيه عشان اريحكم. طيب we have the muscle contract to make the movement، عندنا انقباض العضلات اللي راح يؤدي للحركة. تمام، جوابه سي، مظبوط مظبوط. طيب we have the muscle contract to make the movement، تمام احنا عندنا انقباض العضلات اللي راح يؤدي للحركة. اول شيء عندنا السموث muscles تعتبر involuntary movement، والskeletal muscles اللي هي involuntary movement. تمام، العضلات الملساية اللي تعتبر حركتها لا إرادية ما نقدرش نتحكم فيها، والskeletal muscles اللي تعتبر voluntary movement وبنقدر نتحكم في حركتها. تمام، حركتها إرادية. أيضا عندنا nerve cell، طبعا هذول النوعين هم excitable cell واتفقنا عليهم، أو الأكسون النيرز أو الأكسون to contract electrical signal حتى تنقل الإشارات الكهربائية and give ability of nerves to system to produce action potential، تعطي القابلية للجهاز العصبي حتى يعمل الأكشن potential. النقطة اللي بدي أوصلكم إياها في مفهوم الفسيولوجي، تمام، أي سيستم في الدنيا فيه إشي اسمه الفانكشنال يونت. تمام، فيه إشي اسمه فانكشنال يونت.
شو يعني functional unit يا حسام؟ يعني functional unit هي أصغر وحدة وظيفية موجودة داخل هذا الجهاز وبتشتغل. كيف يعني؟ يعني أصغر إشي في الدنيا ممكن نشتغل. يعني لو يسألك functional unit of life بتحكي لي إيش؟ السل. أصغر وحدة وظيفية في الحياة وشغالة وحية هي الخلية. طيب لما أجي أسألك مثلا عن الجهاز اليورينري سيستم مثلا، راح تاخذوا لي قدام شوي الجهاز البولي، شو الفانكشنال يونت تبعته؟ تحكي لي النيفرون. تمام، النيفرون هو عباره عن جزيء صغير جدا وهو اصغر جزء بيعمل فلتره في الكليه. طيب لما احكي لك ايش الفانكشنال يونت للنيرف سيستم، تحكي لي ذا نيورون. تمام، اند سو اون. يعني كل سيستم له فانكشنال يونت، والدكاتره وين ما في فانكشنال يونت وين ما بيسالوا. تمام، وكحلف لك عليها يمين والله بتيجي. طيب so the functional unit of the nervous system هي ايش؟ the neurons. تمام، هو ايش؟ العصبون. تمام، العصبون. طبعا هذا عندنا العصبون وتركيبته. طبعا الصوره هاي انا شفتها انا اوضح من صوره الدكتور اللي حاطها، لانه مش موضح شيء صدقا. طيب structure of neuron هو مكون، يعني بدي احكيهم بشكل سريع وهسه بنرجع ناخذهم بالتفصيل. عندنا الانبوت زون اللي هي dendrite والسيل بادي. طبعا حكم علي هاي، المفروض اني هذول ملونهم على حسب الصوره والله، بس مش عارف ليش نسيت، ما علينا. طيب اذا الانبوت زون مكون من dendrite والسيل بادي. هاي الانبوت زون، منطقه الادخال اللي هو الراس هذا الكبير، مكون من الشجيرات، هذول الشجيرات. تمام، والسيل بادي اللي هو هي جسم الخليه. تمام، التريجرنج زون اللي هو منطقه التوصيل، او عفوا منطقه التنشيط، منطقه التفعيل او منطقه التنشيط اللي هي هيها الاكسون هيلوك اللي بتفصل ما بين الراس والذيل اللي هو العنق. تمام، اللي هو الاكسون هيلوك. وير اكشن بوتنشال از انهيتد، انتبهوا لي عليها هاي مليون. وير اكشن بوتنشال از انهيتد، لانه كيف راح يجيك السؤال جوا الامتحان وانا حافظ الدكتور فعلا عارف شو بده يحكي لكم؟ راح يقول لك انه كل الاجزاء اول بارت اوف ذا نيورون ميك اكشن بوتنشال، كل الاجزاء داخل العصبون بتعمل اكشن بوتنشال. بكل بساطه شو بتجاوبه؟ بتقول له نو. ليش؟ لانه منطقه الانبوت زون ما بصيرش فيها اكشن بوتنشال. الاكشن بوتنشال بصير من عند التريجرنج زون لعند الاوتبوت زون. الانبوت زون ما فيها اكشن بوتنشال. تمام، اكتبوا لي جنبها ما بصير فيها اكشن بوتنشال، نو اكشن بوتنشال هذا. تمام، وهي الدكتور سعيد راح يسأل عنها 100%. تمام، طيب وير اكشن بوتنشال از انهيتد، حكينا بالتريجرنج زون. كوندكتنج زون اللي هي منطقه الاكسون، هذول اللي بالعقد الحمراء. تمام، اللي هي منطقه التوصيل، راح تنقل اكشن بوتنشال من الراس لعند وين؟ لعند الذيل او الطرف. الاوتبوت زون اللي هو الاكسون تيرمينال اللي هو طرف العصبون، راح يرتبط مع عصبون اخر ينقل له الاكشن بوتنشال. تمام، فهذول هم الاربع نقاط. تمام، فهسه راح نحكيهم بالتفصيل. اول شيء بحكي لك الانبوت زون اللي هي منطقه التفصيل الادخال. The first part of axon take the stimulus can be excitatory or inhibitory. اذا شو وظيفه الانبوت زون؟ انها بتاخذ عندي ايش؟ المحفز، عفوا المنبه، اما بيكون excitatory واما بيكون inhibitory. هسه دخلنا على مصطلحين جداد ومهمين، excitatory محفز وانهيبيتوري مثبط. تمام، هاي المنطقه اللي في العصبون بيجي عليها ايش؟ الاستيمولس، اما بيكون اكسايتاتوري محفز اما بيكون انهيبيتوري. الاكسايتاتوري بده يعمل عندك اكشن بوتنشال، والانهيبيتوري بده يمنع حدوث الاكشن بوتنشال. تمام لهون. طيب نو اكشن بوتنشال ان انبوت زون، هيني كاتب لكم اياها والله حفظكم. طيب شو السبب؟ because doesn't have enough channels of sodium and potassium، مش مهم كثير، انه ما بيحتويش على عدد كافي من قنوات الصوديوم والبوتاسيوم. طيب شو بيعمل؟ take the stimulus and collect them. شو بيعمل؟ بيجمع المحفزات كلهم وبيجمعهم بمحفز واحد. تمام، to take them to the axon to the threshold and make action potential، لحتى يوصل عندنا العصبون لا قيمه الثريشولد ويعمل عندنا action potential. طيب التريجرنج زون اللي هي منطقه التفعيل، بحكي لك الاكسون هيلوك اللي هي منطقه الاكسون هيلوك وهي منطقه العنق. وير ذا اكشن بوتنشال انهيتد، اللي بصير في عندها اكشن بوتنشال. كوندكتنج زون تو كوندكت ذا اكشن بوتنشال فروم سنترال نيرفوس سيستم تو ذا بيرفرال، هي المنطقه اللي بتنقل عندي الاكشن بوتنشال من المنطقه الوسطيه او من وسط الجهاز العصبي الى اطرافه. تمام، الاوتبوت زون هي الاكسون تيرمينال وهي طرف العصبون.
the end of the axon that connected with the another axon to transfer action potential. هي نهاية العصبون اللي بيرتبط مع عصبون آخر تنقل له الاكشن بوتنشال، بتنقل له ايش؟ الاكشن بوتنشال. طيب آخر نقطة تمام بيسأل عنها ما بيسأل عنها، والله ممكن يسأل عنها تمام. آخر نقطة اللي هو the action potential with unmyelinated versus myelinated. طيب نقل جهد الغشاء بدون غشاء مليني ضد غشاء مليني، هسا بنشوف كيف بنتقل جهد الفعل على طول. العصبون هم نوعين، إما محاط بغشاء مليني أو غير محاط بغشاء مليني. طيب وين هو الغشاء المليني يا حسام؟ شايفين هذول العقد الحمراء؟ هذول المايلين شيت اللي هم إيش؟ الغشاء المليني. في بعض العصبونات ما بيكونش عليه هذول النقاط الحمراء، بيكون بس لونه أسود وخلص، ينقل الأكشن بوتنشال على طوله تمام؟ طيب هسا بدنا نيجي أول إشي على المايلينيتد أكزون اللي هو محاط بغشاء مليني أو غمد مليني. طيب the axon is covered of non-continuous minor by myelinated sheet which is lipid material. تمام؟ بيحكي لك بيكون المحور العصبي مغطى بطريقة غير متواصلة، يعني زي ما بتلاحظوا في فواصل ما بين كل عقدة وعقدة بغمد مليني. طبعا هذول المايلينيتد شيت اللي هم الغمد المليني أو الغشاء المليني يعتبروا ليبيد اللي هم إيش؟ دهون. وطبعا على الليبيد ما بصيرش اكشن بوتنشال لو تقعد مليون سنة، مش موصل للكهرباء. طيب ما بين كل نقطة، ما بين كل مايلينيتد شيت ومايلينيتد شيت في بيناتهم نقطة، هاي النقطة شو بنسميها؟ رانفير نود. تمام رانفير نود اللي هي عقد رانفير. طبعا قبل ما نيجي عليهم، المايلينيتد شيت بيكونهم نوعين من الخلايا تمام. هسه المادة الملينية تنتج في جهازين، اما في السنترال نيرفوس سيستم او بريفرال نيرفوس سيستم. السنترال نيرفوس سيستم اللي هو الجهاز الوسطي تمام، اللي هو الجهاز العصبي الوسطي او الرئيسي، والبريفرال اللي هو الجهاز العصبي الطرفي. الجهاز العصبي الوسطي الخلايا اللي بتنتج عندي المايلينيتد اكزون بسميها اوليغوسايتو دايندريت تمام، اوليغوسايتو دايندريت تمام. البريفرال نيرفوس سيستم بسميها شوان سيل تمام. يعني الغشاء المليني او المحاط بغشاء مليني بيكون نوعين، اما سنترال نيرفوس سيستم وبتنتج خلايا الاوليغوسايتو دايندريت، او البريفرال نيرفوس سيستم وبتنتج خلايا الشوان سيل تمام. طيب حكينا ما بين كل عقدة مايلينيتد شيت ومايلينيتد شيت في عندنا ايش؟ رانفير نود، عقد رانفير. عقد رانفير هذول شو وظيفتهم؟ The action potential move on them by jumping. شو بيعمل؟ الرانفير نود بيجي الاكشن بوتنشال بصير ينط عليهم، بنط عليهم تمام، بصير ينط نط ويفشق عن ايش؟ عن الـ 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 الغشاء المليني تمام. لما بيفشق عنهم عملية الجامبينج هاي بالفسيولوجي احنا شو بنسميها؟ سيل تايتاتوري، ويمكن عادها الدكتور فوق الثلاث لاربع مرات. شو اسمها؟ سيل تايتاتوري. فلو بدي اسالك عن جو الامتحان شو تعني سيل تايتاتوري؟ از ذا جامبينج اوف اكشن بوتنشال ان رانفير نود وين ذا اكزون مايلينيتد تمام. وانتبه ممكن يحط لك باخر حرف نون مايلينيتد او ان مايلينيتد، فكثير كثير مهم تكون منتبه لها تمام. طيب ايضا نوت كثير مهمه بحكي لك، مايلينيتد اكزون از اباوت 15 تايمز فاستر ذان ذا كونتينوس كونكشن تمام. اذا ايش بحكي لك؟ انه الغشاء المحاط بغمد مليني اسرع ب 50 مره من الغير محاط بغشاء مليني تمام، من غير محاط بغشاء مليني. هاي عندنا العصبون هذا شايفينه كيف اللي يعيب وشالح بالمره، ما عليهوش لا مايلينيتد ولا اي شيء، يعتبر ايش؟ ان مايلينيتد نيورون، غير محاط بغشاء مليني. طيب the axon is not covered by myelinated sheath, the action potential continuous junctions تمام. شو بيعمل؟ بيعمل عن طريق الانتقال او التلامس، يعني كل منطقه لازم يصير فيها action potential على طوله. عشان اختصر عليكم الفكره والحكي المكتوب لانه زي الخبيصه مش راح تفهمه تمام، مش لانه الشرح مش كويس بس لانه فعليا انت فاهمش. لاحظوا هسه اول منطقه هيها اللي هي مثلا الاكزون هيلوك تمام، انتبهوا بالصوره والدقيقه وش بوجهي. المنطقه اللي بده يصير فيها الاكشن بوتنشال تمام. طيب هاي المنطقه اللي بده يصير فيها الاكشن بوتنشال شو راح تعمل عندنا؟ اول مرحله الديبولاريزيشن، متفقين عليها عمليه ازاله الاستقطاب. الصوديوم لما بفوت لجوا يا عزيزي ما برجع بطلع، بينتشر لوين؟ بينتشر على طول الغشاء. طبعا هاي العمليه حكينا انه ايش الاكشن بوتنشال؟ بنتقل بيوني دايركشن او وان دايركشن، باتجاه واحد. فلما بصير هون عندي ديبولاريزيشن الصوديوم راح يمشي لجوا، راح يعمل هون برضه ديبولاريزيشن،
لكن في المرحلة اللي قبلها شو بكون صار؟ ريبولاريزيشن، تمام، خلص بيكون البوتاسيوم قاعد بطلع، بينما الصوديوم هنا بعده قاعد بفوت، وهنا بصير الصوديوم بفوت، وهنا بصير البوتاسيوم يطلع، أنسون، والعملية تستمر وبينتقل أكشن بوتنشل من هون لهون لهون لهون. فعشان هيك إيش بعتبرها تيك لونج تايم، بتحتاج لوقت طويل. إذا الفرق ما بين المايلينيتد والأنمايلينيتد، أول إشي المايلينيتد أكزون محاط بالغشام الليني، الأنمايلينيتد غير محاط. ثاني إشي المايلينيتد أكزون إله عدة خلايا ولازم نعرف كيف إيش كيف بنقوله إيه، مين اللي بيصنعهم، تمام، إما سنترال أو بيرفور، تمام. الأنمايلينيتد المايلينيتد أكزون أسرع بخمسين بالمرة من الأنمايلينيتد، بينما الأنمايلينيتد بيحتاج لونج تايم، بده وقت طويل، تمام. طيب الحركة أو الموفمنت of the action potential in myelinated axon سميناها إيش؟ cell titratory، وهي نتيجة الجمبينج on run fair node، تمام؟ بينما الunmyelinated عملناها إيش؟ conjunctions أو touching أو continuous touching، تمام؟ اللي هي عملية تلامس أو توصيل، تمام؟ هاي الحركة الaction potential إنه بتصير في خط مستقيم، تمام؟ هذولا بالنسبة للمحاضرة الثامنة والتاسعة، تمام؟ قديش ساعة؟ 9:30. طيب 10 دقائق أخلي اللايف مفتوح عشان يضل ريكورد واحد، ولا أسكره، ولا شو رايكو؟ ولا أسكره 10 دقائق وارجع أفتح، لأنه بدي أرتاح 10 دقائق بالضبط لأنه صوتي مبح. إذا حدا عنده سؤال يسأل. طيب هسه المحاضرة اللي بعدي هيك إيش أنتوا اللي معكو؟ دكتور هسه المحاضرة الثالثة والرابعة بأخذ وقت ولا كيف؟ المحاضرة الثالثة والرابعة هم المفروض يكون محاضرة واحدة، هم قصار، كل واحدة خمس صفحات خمس صفحات، يعني أكثر من هذول إن شاء الله، كلهم مع بعضهم يعني بدهم 40 دقيقة 35 دقيقة إن شاء الله. هاي أي محاضرة؟ هاي 11، في معاكم 10، معناته النيورو مسكولا أحفظ شو اسمعهم. هاي محاضرة 10، هاي محاضرة 10 خمس صفحات، ومحاضرة 11 ست صفحات، شيل صفحة كذر يعني أربع صفحات، كلهم مع بعضهم 10 صفحات اللي يضلوا، فبإذن الله يعني ما رح يأخذ وقتي طويل. أموركم فاهمين لحد الآن؟ إذا في أي نقطة مش واضحة عادي خلوني أعيدها، ما عنديش مشكلة، وإذا بدكم نكمل مباشرة خلونا نكمل، أنا برضو ما عندي مشكلة. أو دكتور إذا ما فيها غلبة يا ريت تكمل. نكمل مباشرة؟ طيب ما في مشكلة. وأحسن ما دامها يعني بيكون إحنا قبل الساعة 3 بنكون مخلصين. خلص ولا في أي مشكلة. تمام. الله يسلمك. خلونا نكمل. طيب. هسا إذا بتلاحظوا بالمفهوم العام يا جماعة الخير إحنا عن إيش كنا نحكي؟ كنا نحكي عن الخلايا العصبية، تمام؟ يعني بشكل عام. ما حكيناش أي شيء عن العضلات ولا تعمقنا في أي شيء في العضلات، كنا كله نحكي عن إيه؟ الستركتشر بالنسبة للعصبونات، التركيبة العصبون، كيفية حدوث الأكشن بوتنشال عليها، قيم كل واحدة، الأيونات اللي عليها، القوة المؤثرة عليها، هذول إيش؟ الخمس شغلات الرئيسية. وخلينا نحكي جمعنا خمس أسئلة تقريبا على الامتحان، أو حكيت يمكن ست أسئلة على الامتحان اللي راح يجوا. طبعا كم سؤال والتفاصيل والله صدقا أنا ما شفت أو ما حدش خبرني، فإذا حدا بكون عنده التفاصيل يعني عشان أرجع أبعث للطلاب يحكوا لي إياهم، أو بعد المحاضرة إذا الدكتور بعث لكم. ما علينا، هسه إيش رح نحكي؟ رح نحكي عن النيورو ماسكولر جنكشن. نحلل كلمة كلمة، نيورو عصبون، ماسكولر عضلة، وجنكشن توصيل، إذا توصيل عضلي عصبي، تمام؟ طيب إذا عزيزي الطالب في هاي المحاضرة رح نحكي عن الارتباط العصبي العضلي، كيفية حدوثه، أنواع النواقل العصبية المستخدمة لحدوث هذا الارتباط، وأهم مميزات الارتباطات العصبونية، سنتحدث عن أنواع السموم والدواء بالنسبة للنواقل العصبية، تمام؟ هاي المحاضرة فيها شوية حفظ، تمام؟ اللي هي آخر صفحة تبعت السموم لازم تكونوا حافظينهم، أو هم درجز أدوية أكثر من سموم. طيب إذا حكينا عن إيش؟ بدنا نحكي عن عملية التوصيل، أول شيء بنحكي عن التوصيل ما بين العصبونات، بعدين التوصيل ما بين العضلات، تمام؟ ونختم فيها.
طيب synaptic transmission تمام عملية التشابك العصبي. synapse is the function connection between a neuron and another cell. هي إيش وظيفة بتربط ربط العصبون عصبون آخر أو خلية أخرى. يعني ممكن يرتبط عصبون مع عصبون أو عصبون مع muscle fiber اللي هو ليف عضلي تمام. طيب بداية لازم نعرف الـ anatomy of synapse عملية الارتباط الـ anatomy التشريح الوظيفي لمنطقة التشابك العصبي قبل ما نفوت في الفسيولوجي تمام. زي ما بتلاحظوا عندي المنطقة هاي طرف العصبون وهاي بداية العصبون الثاني تمام. طيب بداية العصبون بسميه بري والعصبون الثاني بسميه بوست. بري قبل وبوست بعد تمام. بري قبل وبوست بعد. طيب شو اللي بيهمني؟ بيهمني تعرف مكونات البري وبيهمني تعرف مكونات البوست تمام. فهي لما بيحكي لك بري نيورون اللي هو العصب او العصبون قبل التشابكي بحكي له at the end of the axon زي ما انتم شايفين هو نهاية العصبون. the axon terminal اللي هو طرف العصبون او synaptic node تمام اللي هو مقبض التشابك اللي هي المنطقة اللي بده يصير فيها التشابك. ثاني منطقة زي ما بتلاحظوا في عندي الفراغ والفراغ هذا مهم وله اسمه synaptic vessel. لسه بنحكي عن synaptic vessels داخل البري synapse. شايفين في عندي هذول الدوائر وجواتهم زي المثلثات والكرات بسميهم synaptic vessels اللي هي الحويصلات التشابكية. هذول الحويصلات التشابكية بكونوا داخل ايش البري synaptic neuron داخل ايش العصبون قبل التشابكي. برضو في عندي النيورو ترانسميتر والنيورو ترانسميتر مصطلح كثير كثير مهم اللي هو مو ايش النواقل العصبية سواء اللي باللون الاخضر على شكل كرات او باللون المثلث على لون زهر تمام. connected with synaptic vessels تمام وين بكونوا موجودين ضمن الحويصلات الغشائية. يعني synaptic vessels تحتوي داخلها على النيورو ترانسميتر النواقل العصبية تمام. من اسمها نواقل عصبية بدها تنقل عندي الاكشن بوتنشال تمام. طيب بعد هيك في عندي البري synaptic membrane اللي هو هي طرف الغشاء ما قبل التشابك. طرف الغشاء ما قبل التشابك عنده راح تنفجر ايش الفيزلز وتطلع عندي النيورو ترانسميتر تمام. طيب بعد هيك في عندي الفراغ ما بين العصبون والعصبون الثاني وهو مهم وله اسم بسميه synaptic cleft الشق التشابكي. يعني الشق الفاصل ما بين تشابك ما بين البري والبوست تمام. طيب البوست سيناب ممبرين اللي هو الغشاء ما بعد التشابكي. طبعا الغشاء ما بعد التشابكي عنده الريسبتر للنيورو ترانسميتر. طبعا زي ما بتلاحظوا الريسبتر مرتبطين من تحت مع ايش مع الليجند جيت شانلز يعني مرتبطين مع قنوات الصوديوم والبوتاسيوم. اذا عندي ست ستراكشر اوف ذا اناتومي للسينابس تمام. طيب We have two types of synapse. عندنا نوعين من عمليات التشابك. هسا عمليات التشابك بتنقسم عندنا نوعين. إما كهربائية electrical synapse أو كيميائية اللي هم إيش chemical synapse. تمام؟ طيب electrical synapse done by physical touching. وهي حطوا تحتيها 200 خط. تمام؟ done by physical touching. يعني بتتم من خلال الملامسة المباشرة. كيف يعني؟ زي ما بتلاحظ هاي العصبون وهاي العصبون هاي البري وهاي البوست لاحظ انهم ايش متلامسين مع بعض ما في عندي فجوة تمام مباشرة متلامسين between the neuron and another one ما بين عفوا ما بين ايش عصبونين. طبعا ايش اللي بيربطهم مع بعض؟ الجاب جنكشن فواصل الارتباط. شايفين هذولا بسميهم الجاب جنكشن بيربط العصبون البري مع عصبون البوست وبصير ايش physical touching الاثنين بيكونوا متلامسين تمام. طيب the action potential move directly from axon to the another and it is very fast. بينتقل الاكشن potential من البري للبوست بشكل سريع من خلال الجاب جنكشن بشكل ايش بشكل سريع من خلال ايش الفيزيكال تاتشنج اللي هو ايش الملامسه المباشره تمام. طيب اما بالنسبه للكيميكال سينابز هاف ا جاب اور سبيس في بيناتهم ايش مسافه. شايفين مش مترابطين بشكل مباشر يعني ما في عندي تلامس مباشر تمام وبيناتهم ايش بيناتهم مسافه. طيب they use a neurotransmitter ايش بيستخدمون نواقل عصبيه. هذول بالبرتقالي هم النيورو
ترانسميتر. تمام. طيب كيف الميكانيزم عندنا بتصير؟ بحكي لك when action potential, when action potential reach to the terminal of the neuron, لما بيوصل الاكشن بوتنشال لنهايه العصبون, it will activate sodium channel. هون انتبهوا ايش القنوات, قنوات الكالسيوم, عفوا مش الصوديوم, هون قنوات جديده, قنوات ايش, قنوات الكالسيوم. طبعا الرسمه الدكتور حاطها ناقصه شوي, فبدكم ترسموا شغله انه هون شايفين, هون في عندي قنوات ايش الكالسيوم. طبعا هي مش راح تزبط معي, هون خلنا نهدف هون مش عارف كيف بحط لكم اياها, بس المهم هون على الطرف في عندكم قنوات, ايوه هون على الطرف في عندكم قنوات الكالسيوم. تمام. يلي لما بيوصل عندها الاكشن بوتنشال يوصل لطرف العصبان راح تحفزها انها تفتح وتدخل ايش الكالسيوم from outside to inside, فبصير عندنا كالسيوم انفلكس. لما بيتدفق الكالسيوم لجوا هون وظيفته انه ايش بحكي لك, بوش ذا سينابتيك فيزلز, راح يدفع الحويصلات لوين, لعند الممبرين اوف فيبري سينابس تو ذا اند اوف ذا نيورون, لنهايه العصبون راح يدفعهم للاخر. تمام. وين ذا فيزلز باي ذا اند اوف ذا وول ويل اوبن سينابتيك كليفت, لما بتوصل لنهايه الجدار تبع العصبون راح تفتح وايش وتنشر النيورو ترانسميتر في السينابتيك سبيس او سينابتيك كليفت. تمام. راح تنشر النواقل العصبيه وتطلع من الفيزلز لوين, لا الغشاق ما بين التشابكي. تمام. and go to her receptors. تمام. او his receptors, راح تروح لعند مستقبلاتها وين, في البوست سينابتيك. تمام. لوين انت تروح لعند مستقبلاتها في البوست سينابتيك, and they will back to the action potential, وهذا راح يحفز مثلا هاي القنوات انها تفتح بتكون قنوات صوديوم وتعمل action potential جديد في العصبون الثاني او في العضلة الثانية. تمام. اذا عندنا نوعين, كيميكال والكتريكال. كيميكال فيزيكال تاتشنج من خلال الجاب جنكشن, الكتريكال بيكون في بيناتهم جاب او سبيس بتستخدم النيورو ترانسميتر. نوع المواد اللي بتستخدمها هون او خلينا نحكي الايونات هي الكالسيوم, لما بيوصل اكشن بوتنشال بتفتح تعمل انفلكس تدفع الفيزلز للاطراف وبتدخل النيورو ترانسميتر لوين, للبوست سينابس, ترتبط في الريسبتورز تبعتها وبتعمل عندي اكشن بوتنشال ثاني. تمام. تعمل عندي ايش اكشن بوتنشال ثاني. طيب بحكي لك ايت سينابس ايذر اكسايتاتوري اور انهيبيتور, ان اور انهيبيتوري, كل عمليه تشابك عصبي اما بتكون اكسايتاتوري يعني محفزه او بتعمل عندنا اكشن بوتنشال, او انهيبيتوري يعني مثبطه وبتعمل عندنا ايش منع للاكشن بوتنشال. النقطتين التاليات حطوا تحتيهم 200 خط, راح يسال عن واحده منهم جوا الامتحان. بحكي لك ذا اكسايتاتوري تمام, the excitatory in a neurotransmitter in a neuromuscular junction is acetylcholine. تمام. لا ما بديش مروحة. بحكي لنا ايش ال excitatory in a neuromuscular junction, خلاص ما راح سكر تركي. اذا الاكسايتاتوري المحفز في النيوروماسكولار جنكشن, في الارتباط, انتبهوا في الارتباط العضلي العصبي, هو ايش الاسيتايل كولين, هو ايش الاسيتايل كولين. اذا اكثر اكسايتاتوري مشهور عندنا في التشابك العضلي العصبي هو ايش الاسيتايل كولين, هو ايش الاسيتايل كولين. بينما اكثر انهيبيتوري اكثر ايش مثبط عندنا هو اما الجاما او الجابا وايش والدوبامين, وايش والدوبامين. تمام. طيب اذا هذول الاثنين متوقع يعني جدا انه يسال عنهم جوا الامتحان, اللي هو اما اكثر اكسايتاتوري او اكثر انهيبيتوري. اكثر اكسايتاتوري حكينا هو الاسيتايل كولين, واكثر انهيبيتوري هو الدوبامين او الجاما. تمام. طيب the neurotransmitter are quickly removed, هسه مش بترتبط عندنا النيورو ترانسميتر على الريسبتورز, هسا اذا ظل الريسبتورز فاتحين راح يصير في عندنا مشكله. تمام. اذا ظل الريسبتورز فاتحين راح يضل في عندنا مشكله, ايش؟ لانه الاكشن بوتنشال راح يضل مستمر, ممكن يعمل عندنا تشنج في العضلات استمرار, يعني الاكشن بوتنشال عندنا شو بيعمل, بيعمل عندنا تقلص للعضلات, بيعمل مسل كونتراكشن. تمام. فلما بتنقبض العضلات وتظل منقبضه لازم احنا ننهي الاكشن بوتنشال بعد مده قصيره عشان ما يصير في عندنا تشنج في العضلات. فشو بنعمل,
لازم نشيلهم. كم نشيلهم؟ من خلال ثلاث شغلات، اما الديفيوجن الانتشار، ما هي هاي في السائل بيجي الديفيوجن وبشيلهم من خلال الانتشار. ثاني شيء بريك داون، اني احطم الاسيتايل كولين لاسيتيت وكولاين، تمام، او ري ابتيك، اني اخذهم مره ثانيه وين ارجعهم، ارجعهم على الاكزون تيرمينال مره اخرى، تمام. فاذا هاي الثلاث طرق لحتى اتخلص من الاكش من ايش للنيورو ترانسميتر. طيب هسه الساينابس حكينا اما اكسايتاتوري واما انهيبيتوري، تمام. طيب لما يكون اكسايتاتوري يعني محفز، بكل بساطه شو بده؟ بده صوديوم شانلز، يعني بيكون ايش يعمل عندنا ديبولاريزيشن اند ريبولاريزيشن، وهاي العمليه بنسميها اكسايتاتوري بوست ساينابتيك بوتنشال اللي هي اي بي اس بي. لايك ايش؟ اسيتايلكولين، مين مسؤول عنها؟ الاسيتايلكولين، هاي الاكسايتاتوري محفزه. الانهيبيتوري بتكون مرتبطه اما في البوتاسيوم او الكلور، تمام، لحتى ايش تعمل عندنا تثبيط، لانه ايش بيعمل تقليل، بيعمل ري بولاريزيشن، تمام. فبتعمل عندنا انهيبيتوري بوست سينابتيك بوتنشال او الاي بي اس بي مثل الجابا والدوبامين، تمام. طبعا لاحظوا انه هاي عندنا الانهيبيتوري بيعطيك اشاره في السلب، بيعمل عندنا ايش تثبيط، تمام. طبعا لاحظوا كلهم وين بيكونوا؟ بيكونوا في الانبوت زون، منطقه الادخال. هاي عندنا مثلا ايش المحفزات الاكسايتاتوري، تمام، الاكسايتاتوري. طيب فهي بحكي لك ذا توتال بوث سينابتيك بوتنشال يعتمد اجمالي الجهد ما بعد التشابكي ديبندنت اون ذا سيم اوف اكتيفيتيز، بناء على مجموع النشاطات اوف اول بري سينابتيك انبوت على جميع المدخلات ما قبل التشابك. جرادويت بوتنشال نوت اور نون، تمام، متراكم لا ينطبق على قانون الكل او العدم، هاي ما لهاش دخل اصلا فيه. طيب ايوه هسه الصوره اللي على اليسار بحكي لك عندنا اثنين محفزات، هاي تو اكسايتاتوري واحد انهيبيتوري، تمام، وعندنا ايش واحد مثبط. بيعطونا ثلاث حالات على اليمين، يعني شو ممكن يصير عندنا ثلاث حالات على العصبون في خلال منطقه الانبوت زون، تمام. اول شيء في عندنا تيمبورال سميوشن، تمام، منطقه التجمع المكاني، بحكي لك سيم سنجل مالتيبل تايم، تمام. ايش بحكي لك؟ طبعا هاي باللون الخضراء احنا قاعدين نحكي عن هاي، تمام. هسه بيوصل عندنا المحفز على منطقه التشابك قبل ما يموت هذا المحفز، بيجي محفز ثاني بنفس المكان وبيبني عليه تحفيز وبوصله لمستوى العتبه وبيعمل عندنا جهد فعل. طيب كيف يعني؟ بحكي لك the first excitatory before going to zero another excitatory build up on take membrane to the threshold اللي هي سالب 50 and make action potential. يعني هاي عندنا هاي المنطقه، تمام، اجى عندها excitatory قوته موجب 10، تمام. هسه بعد فتره احنا حكينا يعتبر هذا جرادويت بوتنشال لانه ما راح يوصل عند سالب 50، بعد فتره راح يموت. قبل ما يموت بيجي انذر اكسايتاتوري بنفس المكان بيخبط فوقيه وبصيروا 10 على 10 بصيروا 20، بيوصلوا للثريشولد وبيعمل اكشن بوتنشال. فهي ايش؟ التمبورال سيميوشنز، تمام، التجمع المكاني. فالخلاصه بحكي لك انه سيم بليس ديفرنت تايم، نفس المكان ومختلف في الوقت، تمام، same place و different time. لاحظ انه كلاهما في نفس المكان بس الوقت ايش؟ مختلف، تمام، الوقت ايش؟ مختلف. طيب spital simulations اللي هو التجمع الزماني بحكي لك same time different place، بيكونوا بنفس المكان وايش ولكن ايش في same time نفس الوقت لكن المكان مختلف، تمام. يعني بيجي واحد هون قوته 10 وبيجي واحد هون قوته 10، تمام؟ بيلتقوا الاثنين مثلا هنا وبيعملوا بيلد اب لانه كل واحد اجوا بنفس الوقت بس كل واحد بجال، التقوا في نقطة الكوليكشن اللي هي منطقة السيل بادي، بيتجمعوا مع بعض 10 مع 10 بوصل ل 20 بيعملوا اكشن بوتنشال، تمام؟ هاي بالنسبة ايش؟ للسبايتال سيميشن. طيب الاكسايتاتوري انهيبيتوري كانسليشن بوث اكسايتاتوري اند انهيبيتوري ان ذا سيم تايم ميك زيرو افكت ان ميمبرين، يعني بيجي عندنا واحد اكسايتاتوري وواحد انهيبيتوري كلاهما في نفس الوقت، هذا بلغي هذا، هذا قوته 10 هذا قوته سالب 10، الاثنين بلغوا بعض وبيعطوا زيرو افكت اون ذا ميمبرين. زي ما بتلاحظوا واحد بيطلع واحد بينزل بيلغوا بعض، نوت نيسيسري سيم بليس، بالشرط يكونوا بنفس المكان بس شرط يكونوا بنفس الوقت عشان يلغوا بعض، تمام. فهذول هم الثلاث حالات بالنسبه للعصبون. واضحين اموركم؟ تمام. نيجي بالنسبة للأناتومي of the neuromuscular junction، بحكي لك it's a synapse between neuromotor neuron and skeletal muscle fiber، هي عملية تشابك ما بين عصبون عضلي
وإيش وليف عضلي تمام. The neurotransmitter النوع الناقل العصبي الوحيد في طبعا في النيوروماسكولر هي إيش الأسيتايل كولين. هي إيش الأسيتايل كولين طبعا شو بيعمل ميك كالسيوم إنفلكس إنفلكس تمام بيعمل على تدفق الكالسيوم. طبعا هذا سؤال مطبع جوا الامتحان تمام. طبعا ايش برضو بتعمل عندنا graduate potential the action potential motor neuron enough to take sarcolemma to the threshold. طبعا تدرج الجهد هو الجهد الفعل من العصبون العضلي كافي لجعل الساركوليما عند إزالة الاستقطاب إنه يأخذها لحد الثريشولد. طبعا إيش هي الساركوليما؟ هي عبارة عن غشاء الخلية العضلية من برا. إذا أنت وصلتها للثريشولد بتعمل عنا أكشن بوتنشال تعمل كونتراكشن للعضلة وهسا رح نحكي عنها بالتفصيل تمام؟ طيب sequence of events of the neuromuscular junction هسا رح نحكي عن الآلية بالتفصيل كيف بصير عندنا الارتباط ما بين عصبون وما بين عضلة وكيف بتحدث عندنا عملية الانقباض تمام. فا open your mind كويس تمام افتح مخك معي مديح. طيب بداية revival of the action potential بيوصل الاكشن potential للنهاية case depolarization of the terminal bottom راح يصير في عنا إزالة استقطاب في النهاية العصبونية. طبعا زي ما بتلاحظوا نقطة جدا مهمة وسبحان الله سبحان الله جد كيف جسم الإنسان إذا بتلاحظوا هاي المايلينيتد شيت تمام هاي إيش المنطقة اللي خلينا نحكي محاطة بغشاء مليني عند نهاية العصبون اللي بيكون مرتبط مع عضلة وشوفوا جد سبحان الله بيروح المايلينيتد يعني بيروح الغشاء المليني. ليش بروح الغشاء المليني؟ عشان أبطئ سرعة الأكشن بوتنشال يصير الأكشن بوتنشال أبطأ. ليش بصير أبطأ؟ عشان يمنع عندي التشنجات العضلية يعني عشان عضلتك ما تتشنج لما بيكون سرعة الأكشن بوتنشال كثير سريعة في مرحلة المايلينيتد لما بيكون محاط بغشاء مليني رح يعمل عنا العضلة ما رح تقدر تستوعب كل هاي الكم من الطاقة أو من الكترونيجاتيفيتي رح تعمل عنا تشنج كونتراكشن وخلص بتعلق. لكن إيش سبحان الله أطراف العصبونات هاي المرتبطة مع العضلات بتصير unmyelinated لحتى تخف سرعة إيش العصبون حتى تخف سرعة العصبون تمام. فإذا حكينا إنه الأكشن بوتنشال بوصل للترمينال بوتوم اللي هو الترمينال أكزون طرف العصبون. ثاني شيء open voltage gate calcium channels راح تفتح عنا قنوات الكالسيوم راح يعمل عنا كالسيوم influx تمام شايفين الكالسيوم هي بصير يفوت لجوا. طيب بعد ما يفوت لجوا كالسيوم influx key synaptic vessel to fuse within the synaptic membrane راح يدفع الحويصلات الغشائية لوين لطرف الغشاء تمام. And to release contents of neurotransmitter اللي هو الأسيتايل كولين وراح يسمح لها إيش إنها تفرز الأسيتايل كولين ويروح وين على into the synaptic cleft by exocytosis راح يصير في عنا exocytosis اللي هو الانفجار نحو الخارج وتطلع النيوروترانسميتر اللي هم الأسيتايل كولين وين يروحوا على الريسبتورز تبعهم يرتبطوا بالمستقبلات تبعتهم في الشق بعد التشابكي. أسيتايل كولين diffuse in the synaptic cleft بينتقل من synaptic cleft وبيلتقط مع الريسبتورز تبعته. طبعا اسم الريسبتورز تبعه نيكوتينيك ريسبتورز تمام اللي هو ايش النيكوتينيك ريسبتورز. طبعا ليش اسمها نيكوتينيك لانه مرتبطه في الدخان والنيكوتين تمام. طيب on the motor end plates تمام على ايش على الموتور اند بليتس اللي هو النهايه بعد التشابك. طيب motor end plates contain of nicotinic receptors حكيناهم for acetylcholine which is ligand gate of sodium ion channels تمام يلي ايش لاحظوا ان nicotinic receptors مرتبطين مع الصوديوم channels مباشره فمجرد ما وصلهم الاسيتايلكولين راح تفتح قنوات الصوديوم وايش يصير في عندنا صوديوم influx case local depolarization and make another action potential او end pellet potential هذا راح يعمل عندنا another action potential. action potential وين بصير على هذول العضلات وبيعمل عندنا contraction تمام. وصلت الفكره سبع خطوات يعني نفسهم اللي شرحناهم من قبل بس مع شويه تفصيل. طيب النيورون ار لينكد ثرو ذا كومبلكس كفرنج اوف ديفايفنج باثوي بحكي لك انه ايش عمليه الارتباط ما بين العصبونات بصير في بيناتهم شق ولازم نعرف البري من البوست الشغلات هاي طبعا كلهم احنا حكيناهم
لكن الدكتور رجحته فبيحكي لك synapse is junction between the neuron، هي منطقة السينابس اللي هو الفجوات فراغ الفاصل بين عصبين. The axon terminal هي باللون الأزرق، الأزرق هو عبارة عن pre-synaptic neuron يعتبر الشق قبل التشابكي. Can discharge of neurotransmitter بيحتوي عنا على النواقل العصبية. Neurotransmitter can diffuse across the synapse and exit of post-synaptic neuron. يعني شايفين هو إعادة للحكي، بيحكي لك إنه النواقل العصبية بتنتقل من خلال الفجوات للشق بعد التشابك وترتبط فيها. يعني هاي هيك اعمل عليها X تمام، وبرضه هاي بس يلا معلش. By covering input من خلال تجميع المدخلات، لما احنا بنجمع المدخلات شايفين كيف مثلا هنا لما نجمع المدخلات a single infuse the threshold of the presynaptic cell تمام، بحكي لك انه ايش ممكن للخلية العصبية الواحدة انها تتأثر بالالاف من الخلايا العصبية في الشق التشابكي. يعني كل خلية عصبية ما بتتأثر من خلية عصبية واحدة، لا زي ما انتم لاحظين كل نهاية طرف عصبوني مرتبط مع السيل بودي او الانبوت زون وبتصير تجمع تعمل كوليكشن للستيمولس تمام. By disrupting branching axon terminal affects thousands of both synaptic cells. وبرضه التشعبات الطرفية تبعت العصبون بتأثر على أكثر من عصبون، بمعنى وبآخر كل عصبون فيه تفرعات بترتبط مع مجموعة من العصبونات وليس عصبون واحد والعكس صحيح تمام. طيب آخر شيء بدنا نصير نحكي عن أنواع الدرجز يلي موجودة معاكم. The neurotransmitter junction values of several chemicals against the disease. الارتباط العصبي العضلي عرضة للعديد من العوامل الكيميائية والأمراض تمام. هسا في عندنا البلايتومين توكسين، سم البلايتومين بحكي لك is inhibit the release of acetylcholine from the nerves ending. شو بيعمل؟ بيعمل على تثبيط إفراز الأسيتايلكولين من النهايات العصبية تمام. شو بيعمل؟ بيعمل على إفراز على تثبيط إفراز الأسيتايلكولين من النهايات العصبية. وهاي مساء رح أحط عليها سؤال فعليا اللي بيجاوبه بيكون يعني ما شاء الله عليه ممتاز تمام. عن جد رح أحط عليها سؤال كثير كثير مهم وإن شاء الله يا رب إنه بيجي وتكونوا فاهمينه تمام. يعني عن جد سؤال بس للفهمان خلينا. اذا بحكي لك البلوتامين توكسين، هذا سم التوكسين، شو راح سم البلوتامين شو راح يعمل؟ راح يعمل عنا على منع خروج الاسيتايلكولين لوين؟ للنهايات العصبيه تمام. يعني بالنهايات العصبيه نسبه الاسيتايلكولين بتقل. اكبر الصوره افرجيكم اياها. هاي زي ما انتم شايفين بالصوره، هاي عندنا الحاله العاديه الاسيتايلكولين كله بيكون طالع لبرا والوضع طبيعي، بينما في الحاله هاي لاحظ البلوتامين شو بيكون؟ بيكون فايت لجوا وبيمسك الفيزلز ما بيخليها توصل للأطراف، فكمية الأسيتايلكولين اللي بتكون طالعة إيش؟ قليلة تمام؟ بتكون كمية الأسيتايلكولين الطالعة إيش؟ قليلة. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. This toxin produced by bacterial cord clatobacillium bacterium إنه بيتم إنتاجه من خلال نوع من أنواع البكتيريا اسمه Chlorostridium bacterium تمام؟ It is cased paralyzed of skeletal muscles مما يسبب عنا تجمد أو حركة العضلات الهيكلية. ليش؟ لأنه فيش أسيتايلكولين على الريسبتورز فما فيش contraction تمام؟ طيب الدرج برضو نوع آخر اسمه الكراري prevent passage impulse from the nerves ending into the muscles، بيمنع هاي الأدوية تمنع من مرور الإشارات العصبية من العصبون. It's block the action of acetylcholine from the muscle fiber of the acetylcholine receptors. بيمنع وصول acetylcholine لمستقبلاته في العضلات. يعني مبدئيا نفس حركة إيش البلايتومين توكسين تمام. It is brand briefly of acetylcholine receptors. These acetylcholine bandings cannot bind to receptors where no be action potential within the muscles. تمام. فما راح يصير في عنا action potential في الخلية العضلية، فما راح يصير في عنا أسيتايلكولين في الخلية العضلية. طبعا هنا إيش هو بيعمل؟ بيسكر المستقبلات لكن الأسيتايلكولين موجود. يعني الأسيتايلكولين بيتم إفرازه بشكل طبيعي لكن المستقبلات تبعته بيسكرها تمام. شو بيعمل؟ بيسكرها. طبعا وين راحت هي؟ الأسيتايلكولين كانت براس with his receptors تمام. طبعا هنا إيش بيصير؟ هنا بيحكي لك إنه بيمنع الأسيتايلكولين إنه يوصل للنيرفز إندينج، بيمنع إنه يخليها توصل.
سم الأرمل السوداء بلاك وايد سبايدر فيم، تمام، سم الأرمل السوداء كلكم تعرفوه اللي هو العنكبوت تبع الأرملة. This case exposable release of acetylcholine بيعمل عندنا إفراز شديد وقوي للأسيتالكولين from the nerves ending it case a continuous contraction of skeletal muscles. بيعمل عندنا إيش؟ إفراز كبير excessive release of acetylcholine، بصير في عندنا إفراز قوي كثير للأسيتالكولين، راح يعمل عندنا انقباض قوي جدا في العضلات، تمام، انقباض قوي جدا في العضلات. طبعا بيعمل several cases اللي هو several pain، خلينا نحكي بيعمل عندنا ألم 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 شديد، تمام. طيب الأوريجو فوسفاتس اللي هو الفوسفات الأورجانيك فوسفات اللي هو الفوسفات العضوي بلوك ذا أكشن أوف أسيتالكولين إستر ليدنج أوف جنريت أماونت أوف أسيتالكولين، بيبنى على منع إيقاف إفراز الأسيتالكولين يلي آت نيورو ماسكولار جنكشن في المناطق الارتباط ذات ليد كونتينيوس كونتراكشن أوف سكيليتال ماسلز، اللي راح يعمل عندنا إيش؟ كونتينيوس contraction of skeletal muscles، راح يعمل عندنا انقباضات قوية جدا للعضلات، تمام. اذا البلاك وايد سبايدرز مع الاورجانيك فوسفيت تقريبا عملهم نفس الشيء، انهم بيعملوا عندنا انقباض شديد وافراز شديد للاسيتالكولين، العكس تماما في البلوتينين والكراري انهم ايش بيعملوا؟ بيمنعوا وصول الاسيتالكولين للمسلز وبيمنع ايش؟ مسلز ريلاكسيشن، هون مسلز ريلاكسيشن وهنا muscles contraction، تمام. وهذا الجدول كملخص يعني لكل واحدة وعمليتها، تمام. هاي بالنسبة لمحاضرة 9 أو محاضرة 10 عفوا، فبيضل عندنا هسه محاضرة رقم 11، 6 صفحات خفيفين لطيفين، تمام، 49. طيب بس دقيقة واحدة أخذ راحة ومنكمل. إذا حدا عنده سؤال عن المحاضرة الماضية يسأل قبل ما أبلش في هاي عشان أرجع لها سريع. كمل خلاص. المحاضرة الجاية خلينا نحكي هي أكثر محاضرة زخمة، خلينا نحكي تقريبا أو لا والله مش كثير يعني عادي، هي أهم شيء أول محاضرة اللي فهمها يعني بفهم كل شيء. كمل يلا. طيب راح اكمل، اوكي. So now we will talk about the mechanism of muscle contraction، عملية انقباض العضلات. راح نحكي عن الارتباط العصبي العضلي وكيفية حدوثه، مكونات العضلات الهيكلية وكيفية حدوث الانقباض داخلها، وعمليات تحلل الطاقة اللازم للانقباض ودور الكالسيوم في ذلك، والفرق بين انقباض العضلات الملساء والعضلات الهيكلية، تمام؟ طيب هاي المحاضرة 11 وآخر محاضرة داخلة معكم في الكويز. خلينا نحكي النيورومسكولار جنكشن، حكينا عمليه التشابك العضلي العصبي is a type of synapse، نوع من انواع التشابك العصبي between neuron اللي هو الموتور نيورون and muscle cell or muscle fiber، وعمليه التشابك ما بين العصبون العضلي والخليه العضليه. So the motor neuron، اذا اجينا بدنا نعرف الموتور نيورون اللي هو العصبون العضلي is a neuron that innervates of muscle fiber، العصبون اللي بيرتبط مع الالياف العضلية، تمام. حكينا ان المصل receive the group of the axon لما العضلة
لما العصبون مجموعة من العصبونات بترتبط مع العضلة بصير في عندنا عدة أشياء لازم نكون عارفينها. أول إشي lose his myelinated sheath، حكينا إنها إيش تخسر غمدها المليني، وحكينا إيش السبب إنه عشان نقلل من سرعة الأكشن بوتنشال وما يصير في عندنا إيش تشنجات في العضلات. is divided to many multiple branches، إنه إيش تنقسم لعدة انقسامات، و each branch كل انقسام connect with one muscle cell. كل هسا مش حكينا احنا عندنا التيرمينال اكزون، افرجيكم اياه، ها عندنا التيرمينال اكزون تمام نهايه الطرف العصب مثلا، هذا عنده اربعه، كل واحد من هذول الاربعه بيرتبط مع واحده من المصل فايبر تمام، كل واحده بترتبط مع واحده من المصل فايبر مع خليه عضليه واحده تمام. From the neuromuscular junction راح يكون تشابك عصبي عضلي. طبعا زي ما بتلاحظ في الصورة هاي عندنا spinal cord اللي هو النخاع الشوكي، وهاي عندنا عضلة تمام، وهاي هذول الانقسامات تبعونها. في عندنا البريد innervated of three muscles تمام، هاي عندنا العصب يلي باللون الأحمر مرتبط مع ثلاث عضلات، ويلي بالأزرق يلي مرتبط مع إيش؟ مع عضلتين. مرتبط مع إيش؟ مع عضلتين. هسا بس سؤال بسيط جدا، مين اللي بيكون اقوى، اللي مرتبط مع ثلاث عضلات ولا مع عضلتين؟ اكيد اللي مع ثلاث عضلات اللي باللون الاحمر تمام. طيب بده يبين لك انه الوحدات الحركيه مختلفه في تغذيه كل غذاء عضلات اكثر كل ما كانت اقوى. كل ما غذت عضلات كل ما كانت اقوى، يعني هاي مغذي ثلاث عضلات فهي الاقوى، وهي مغذي عضلتين فهي الاقوى. الله يقطع لغتي. طيب ملحوظه بلغه الليمبي عشان نفهمها، هسه باللون الازرق ضعيفه، يعني لو بدك تكتب وبتكون كافي القيام بعمليه كتابه، يعني انا لما امسك مثلا هاي الكاسه تمام، انا بدي امسكها بايدي هاي، شو بشغل اللي باللون الموتور يلي باللون الازرق ولا باللون الاحمر؟ تلقائي راح اشغل باللون الازرق لانها اخف وما بدها طاقه كثير تمام. طيب بينما لو انا اجيت بدي ازوم كتاب تورتورا هذا تمام، عفوا هو كتاب تورتورا اصلا البلينكنيكال فيسيولوجي، والله تورتورا تمام، بدي ازم كتاب تورتورا، طبعا هذا بطلع لكم منه الشرح. المهم جيت انا بدي ازمه، طبعا ما شاء الله 1400 صفحه، لحتى ازمه بدي عضلات كثير تمام، فراح استخدم الزرقاء ولا الحمراء؟ راح استخدم الحمراء. عند هاي النقطه انا بقول لك لا غلط. ليش غلط يا حسام؟ الجسم بطبيعه الحال ما بيشغل الصعب مباشره، او ما بيشغل الصعب لحاله، لا بيشغل الاثنين مع بعض. يعني حكينا لما شلنا الكاسة شغل بس الزرقة واكتفى تمام، ليش؟ لأنه عملية خفيفة وبسيطة وبتحتاج بس لتو مثلا موتور نيورون. بينما لما شلت كتاب تورتورا وكبير وثقيل بده إيش؟ بده عضلات كثير. فشو أول شيء بشغل؟ بشغل اللي بالزرقة اللي هي الأضعف، شافها مش كفاية بشغل معاها الحمراء، فبيشتغلوا الاثنين سوا، فالسترونج موتور نيورون ما بيشتغل لحاله تمام. وصلت الفكرة؟ طبعا دكتور قاعد يشرح مطولا ويحكي عن هاي القصة، لكن انا جمعت لكم اياه كل الحكي اللي حكاه في جدول واحد، فالجدول مهم شوي، وبدكم الصراحة اصلا ما توقعش يسأل عنه عشان اريحكم. skeletal muscles addition by بتم عملية تغذية بالنسبة للعضلات الهيكلية من خلال blood supply، بتم تغذيتها من خلال الدم اللي راح تعطيها الاكسجين والنيتريت اللي هي الاكسجين والغذاء، والنيرف سبلاي اللي هو التغذية العصبية من خلال السنسوري موتور نيرفز اللي هو العصبون العضلي. مهم تعرف في السكيليتال والكاردياك والسموث مسل سيل انه كيف نفرق بيناتهم، انه الشيب اوف ذا سيل انه هاي دائرية وهاي مخططة، فولنتري وان فولنتري، ونيوكليوس مهم انك تعرف انها نيوكليتد وان نيوكليتد صراحة لا. بس يعني هيك المفهوم العام لهم، يعني مش مهمين كثير، مش عارف ليش الدكتور شرح عنهم كثير وبالنهايه صدقا ما بيجيبوش عليهم شيء. ايوه هسه الصفحه هاي والصفحه هاي والصفحه هاي والصفحه هاي، يعني هذول هيك صفحه بدايه صفحه 4 وصفحه 3 ونهايه صفحه 2 ثلاث لاربع شيء عليهم، يعني اللي كم واحد بعد 9 اشخاص، فتحوا مخكم معي تمام. طيب هسه ايش بدنا نعرف؟ اول شيء بدنا نعرف الكومبوننت اوف ذا سكيليتال ماسلز، بدنا نعرف مكونات الخلايا العضليه.
هاي زي ما بتلاحظوا أخذنا كروس كاتينج اللي هو مقطع عرضي بالنسبة لعضلة هذا الرجل يلي واقف، تمام؟ ما شاء الله عليه يعني. المهم بنبلش إيش إحنا بسكيليتال مسلز اللي هي العضلات الهيكلية. هاي عندنا عضلة هيكلية كبيرة، لاحظوا جواتها أخذنا الحمد لله رب العالمين أخذنا مقطع أصغر منها، تمام؟ أخذنا مقطع أصغر منها اللي هو إيش؟ فيشيال مسلز. هذا هاي اللي هون بنسميه إيش؟ فيشيال مسلز اللي هو إيش؟ ألياف عضلية. جوا الفيشيال مسلز لسه في عندنا الأصغر اللي هو إيش؟ فايبر مسل اللي هو الليف العضلي، تمام؟ ليف عضلي، تمام؟ فهيو ليف عضلي هذا الفيشيال مسل، عفوا فايبر مسل. فايبر مسل لما أخذناه وعملنا له كروس كاتينج لكن بشكل سوبيريور خلينا نحكي، تمام؟ أعطانا إيش؟ الميو فايبر مسلز اللي في العضلي أو الخلية العضلية. إذن سكيليتال مسل، فيشيال مسل، فايبر مسل، وميو فايبر مسل. ميو فايبر مسل طبعا زي ما بتلاحظوا الفيشيال مسل تعتبر إيش؟ سيركولاريتي، إيش شكلها؟ أسطواني. بينما برضو أيضا عندنا الفايبر مسل تعتبر مالتي نيوكليتد، لأنه زي ما بتلاحظوا مثلا لو بنكبر الصورة، تمام؟ طبعا كلها استنتاجات من الصورة الله وكيلكم. وبنكبر الصورة لاحظوا انه هاي مش منقطة وهاي مش منقطة، بينما هاي ايش؟ منقطة، في عليها زي البقع، تمام؟ فاحنا ايش بنعتبرها؟ بنعتبرها وين راحت؟ مالتي نيوكليتد اند ستريتد، مخططة، تمام؟ وبتتكون من شغلتين. هسا في عندي ساركوليما وساركوبلازما وساركوبلازماتيك راتيكولوم وساركومير، الاربع شغلات لازم تكون عارفين الفرق بيناتهم، تمام؟ فلما يسالك عن الساركوليما هي البلازما ممبرين، تمام؟ البلازما ممبرين اللي هو الغشاء الخارجي، تمام؟ هاي الساركوليما. الساركوبلازما من اسمها بلازما للسيتوسول او للبلازما بدل السيتوسول، تمام؟ انه ايش؟ مرتبطه فيها، تمام؟ الساركوبلازما اللي هو السائل داخل الخلوي، السيتوسول، والساركوليما اللي هو البلازما ممبرين الغشاء الخارجي، تمام؟ الغشاء البلازما. طيب هسه بعد هيك اخذنا الفايبر مسل وكبرناها. لما كبرنا الفايبر مسل شايفين هذول اللي بالبوكس الازرق، هذا المربع الازرق، هاي عندنا الغشاء من برا اللي هو الساركوليما، وهاي جوا عندنا السائل طبعا اللي هو الساركوبلازما، تمام؟ هاي الغشاء من برا اللي هو الساركوليما، ومن جوا الساركو بلازما، تمام؟ طيب هسه اللي زي الشبابيك هذول باللون الازرق رابطهم انا مع الشرح ملونه بالازرق، بحكي لك اسمهم اندوبلازماتيك راتيكولوم ان ذا مسل كولد ايش بنسميهم؟ ساركوبلازماتيك راتيكولوم. يعني هذول اللي بالمربع الازرق ايش اسمهم؟ ساركوبلازماتيك راتيكولوم، الشبكه الاندوبلازميه. طبعا والله العظيم هاي اللي قديش ثلاث سنين بشرحها، اول مره بلايف بلفظها صح الحمد لله. ساركوبلازماتيك راتيكولوم، اوكي؟ طيب هذا فانكشن اوف ستور كالسيوم، شو وظيفتها؟ تخزين الكالسيوم. طيب عمليه تخزين الكالسيوم which responsible for make action potential in muscle and to make contraction، يلي مسؤول عنا عن تخزين الكالسيوم ولحتى تعمل عنا ايش؟ الاكشن بوتنشال يلي مسؤول عن الانقباض. اذا الساركوبلازماتيك راتيكولوم make storage of calcium، الكالسيوم responsible for make action potential and make the contraction، تمام؟ طيب هاي وظيفة الكالسيوم، بحكي لك انه convert electrical force to chemical force، بحول الطاقة الكهربائية لطاقة كيميائية من خلال عشان الانقباض، تمام؟ طيب شايفين اللي باللون الاصفر هذول اللي باللون الاصفر زي التيوب طالعين هيك لبرا؟ قبل ما اجي عليهم حكينا من قبل في المحاضرة يلي هون، وين راحت؟ اطلع لكم اياها بس. هيها بحكي لك انه الجرادويت بوتنشال وين بصير؟ بصير على الساركوليما، صح؟ بصير وين؟ على الساركوليما لحتى يعمل عندنا كونتراكشن. طيب هسه لما بصير على الساركوليما برا الكونتراكشن، لاحظوا انها ثخين كثير كثير كثير، فلو بدها تنقبض لحالها مش كافيه، فلحتى تنقبض كل العضلات هاي اللي جوا او كل المكونات هاي اللي جوا، في عندنا شيء اسمه الترانسفير تيبيول او تي تيبيولز، تمام؟ اللي هم هذول اللي باللون الاصفر. فهذول التي تيبيولز take the action potential from sarcolemma اللي هو الاكستراسيلولر to deep inside the myofiber لجوه لداخل الخلية. طبعا لما بتفوت لجوه and opening calcium channels بتفتح قنوات الكالسيوم الموجودين في الساركوبلازماتيك راتيكولام وبتطلعهم لبرا لحتى تعمل عندنا ايش؟ action potential
للمسلز لحتى تعمل عندنا اكشن بوتنشال للمسلز. اذا هاي عندنا السيركولين ماب بصير عليها الاكشن بوتنشال، تيجي التي تي بيولز بتاخذ الاكشن بوتنشال بتفوته لجوا، بتخبط في السيركوبلازماتيك ريتيكولوم بتطلع عندنا الكالسيوم، الكالسيوم راح يعمل عندنا انقباض مع الميوسين والاكتين وتعمل عندنا ايش انقباض. طبعا هسه راح نحكي عنهم بالتفصيل، وفي نهايه المحاضره راح افرجيكم فيديو يلخص كل شيء حكيناه. تمام. طيب المايوفايبرز اللي هم الالياف العضليه بينقسموا لقسمين، اما ثيك فيلمنت اللي هم الميوسين الخيوط العريضه واللي هم الميوسين، او ثين فيلمنت اللي هم الخيوط الرفيعه واللي هم ايش الاكتين. تمام، خيوط رفيعه اكتين، خيوط غليظه اللي هم الميوسين. تمام. طيب both thick and thin filament plate is straighted، كل الخيطين الرفيعين والعريضه ايش تعتبر مخططه. The functional unit of skeletal system is sarcomere mica contraction. اذا الفانكشنال يونت الوحده الوظيفيه لا العضلات او الجهاز العضلي هي ايش الساركومير. اذا صار عندنا اربع شغلات، الساركوليما اللي هو البلازما ميمبرين، الساركوبلازما اللي هو السيتوسول، ساركوبلازماتيك ريتيكولم بيخزن الكالسيوم، والساركوميل الساركومير هو الفانكشنال يونت. الاربعه ميزوا بيناتهم، واهم واحدة هاي الساركومير شو بيعمل، هو عباره عن الفانكشنال يونت لا السكيليتال ماسلز، هو اللي راح يعمل عندنا ايش كونتراكشن. تمام. طيب زي ما بتلاحظوا بالصوره هي عندنا ايش المقطع العرضي بالنسبه للمايوفايبر. تمام، اخذنا مايوفايبر وكبرنا، لقينا عنده عده اجزاء، الزد لاين، الاي باند، الاي باند، الساركومير، الاجزون، الام لاين، الزد لاين، وكيفر هسه راح نحكي عنهم كلهم. تمام. طيب هذولا شايفين هاي المنطقة اللي بالنص هاي كاملة، هاي القطعة هاي اسمها ساركومير، وهاي هي الوحدة الوظيفية بالنسبة لجهاز العضلي. طيب أول نقطة عندنا بحكي لك الاي باند، وهي تعتبر ثيك فيلمنت أو مكونة من الميوسين. تمام، هاي الاي باند شايفين هاي باللون الزهر هذا الخط العريض، هو ايش يعتبر ثيك فيلمنت، خط عريض، وهو عبارة عن الميوسين. نو ثين فيلمنت يعني ما بيحتويش على الأكتين. تمام، هاي بالنسبة للاي باند. تمام، الاي باند هاف ا ثين فيلمنت فروم تو ساركومير. هاي الاي باند، وين الاي باند؟ شايفين هاي منطقه الاي باند، هي هيك هذا الخط الازرق والنزله هاي والفوتلز، وهذا الخط الازرق يعتبر اي باند، وهو وين موجود؟ بتوين تو ساركومير، هاي ساركومير واحده وهاي ساركومير واحده، هو موجود بيناتهم وما بيحتوي على ثيك فيلمنت، يعني ما عنده مايوسين. تمام، ما عنده مايوسين. طيب الأجزون هيها، وين راحت الأجزون؟ هيها الأجزون، شايفينها؟ هيها الأجزون، فيها ثيك وفيها ثين، فيها الاثنين يعني. بحكي لك area on overlapping between actin and myosin، هي منطقة التقاطع أو التداخل ما بين خيوط الميوسين والأكتين. تمام، منطقة التداخل ما بين الميوسين والأكتين. تمام. طيب بعد هيك عندنا الأم لاين، هي شايفين خط الأم لاين، هذا الخط اللي بالنص وحيد، شو بحكي لك؟ بروتين، يعتبر بروتين that hold myosin in the place found in the middle of sarcomere. تمام، اذا خط الام لاين شو بيعمل؟ بثبت الميوسين في منطقته. تمام، بثبت الميوسين في مكانه، هاي شايفين خيوط الميوسين لحالها كل واحد رايح لحال، مين اللي ماسكهم؟ الام لاين، الام لاين بثبتهم في وسط ايش الساركومير، يعني الام لاين بيقسم الساركومير لنصفين متساويات. تمام. الزد لاين هولد اوف تو اكتين ساركومير. تمام، هولد ايوه الزد لاين، هذا الخط اللي هيك عامل زي حركه الزجزاج. تمام، ايوه خط الزد لاين شو بيعمل عندنا؟ بثبت، ايوه خط الزجزاج بثبت عندنا خيوط الاكتين ما بين تو ساركومير، يعني خيوط الاكتين اللي هون كل واحد لحال هو اللي ماسكهم مع بعض. تمام، فهذول لازم تقراهم هيك شوي بينك وبين حالك لحتى تقدر تفهمهم كاملين. السؤال كيف بده يجي عليهم يا حسام؟ انت حكيت لي انهم مهمين، احنا حكينا راح يسال مثلا عن الفانكشنال يونت، راح يسال عن وظيفه الساركومير او الساركوبلازماتيك ريتيكولوم او وظيفه التي تي بيولز، واحد منهم اكيد. هون ممكن انه يسالك، ما اتوقعش، بس مهم تعرف انك الترتيب تبعهم او مين الستريتد من الانستريتد. السؤال المهم هون راح يجي، يعني لهذا المطبع مليون بالميه، بحكي لك ايش؟ هسا هاي الساركومير شو راح يصير فيها؟ راح يصير تنقبض، صح؟ عملية الانقباض تبعها في مناطق راح يصير في عليها اختلاف، يعني راح تتقلص او راح تتوسع،
وفي مناطق تظل زي ما هي. تمام؟ بحكي لك very IMB. When a change in overlapping between thin and thick filaments, لما بصير في عنا تغيير مناطق التداخل ما بين الخيوط الرفيعة والعريضة, راح يصير في عنا decrease في مناطق, وفي مناطق بصير لها no change. No change. فمهم تعرف الشغلتين. Decrease in sarcomere. Sarcomere أكيد بما إنها الوحدة الوظيفية هي اللي راح يصير فيها الانقباض فراح تقل. ثاني منطقة الآي باند, خلونا نشوف والله منطقة الآي باند. بحكي لك هي عبارة have a thin filament from two sarcomere. تمام؟ هي عبارة عن الخيوط الرفيعة اللي ما بين sarcomere. sarcomere هذا والsarcomere هذا لما ينقبضوا المنطقة اللي بيناتهم هاي thin filament أكيد راح تنقبض. فالآي باند إيش بصير لها؟ decrease. برضو إيش عنا الأتش زون. شو تعريف الأتش زون؟ هي منطقة الأوفرلابينج بتوين أكتين وميوسين. طيب عملية الانقباض كيف بتصير؟ أيها ما بين الميوسين والأكتين أصلاً. فلما ينقبضوا الاثنين الأتش زون راح تنقبض. إذا ثلاث مناطق بيصير لهم أوفرلابينج أو ديكريز إن ديستانس. ساركومير, آي باند, أتش زون. تمام؟ هذول الثلاثة. طيب المناطق اللي ما عليهم مش تغيير الأي باند والأم لاين. تمام؟ الأي باند والأم لاين هذول ما عليهم مش تغيير. بعد هيك بدنا نحكي عن الميوسين والاكتين ستراكشر ومكونات كل واحد. الميوسين مولكيول كونتين اوف 6 بروتين, عندهم 6 بروتينات اللي هم اللي بيكونوا عندهم الهيد والتيل. منهم 2 بروتينات ثقال و4 خفاف فور لايت. هيد كونتين اوف اكتيف سايت فور الراسين, فيه ثقبين شغالين, شايفين هذول الثقبين. واحد اللي بيرتبط اللي بيربط خيوط الميوسين مع الاكتين هذا باللون الاخضر, والثانية اللي بالأحمر هيو يلي موجود لحتى ترتبط مع الـ ATP. إذن الميوسين له رأسين, رأس لا الأكتين اللي باللون الأخضر, ورأس لإيش للميوسين. رأس لإيش للميوسين, رأس بيرتبط مع الميوسين, عفوا رأس بيرتبط مع الأكتين ورأس بيرتبط مع الـ ATP. تمام؟ رأس بيرتبط مع الـ ATP. طبعا زي ما بتلاحظوا شكلها like golf sheet, شكلها مثل إيش, مثل مضرب الجولف. تمام؟ طيب هاي الشكل الآخر للميوسين, يعني لما تجمعهم مع بعض. his head directly toward to outside, شكل الرؤوس لوين طالع؟ طالع لبرا. تمام؟ رايح لوين؟ لبعيد, يعني to outward لبرا. and there no head within the middle, ما في عندي رؤوس وين؟ في الوسط. تمام؟ ما فيش عندي رؤوس في الوسط. تمام؟ هاي بالنسبة للميوسين. أهم نقطتين عندي إنه كم رأس لهم وكل رأس لإيش, وثاني إشي إنه ما فيش عندي رؤوس في الميدل. تمام؟ هذا هو أهم إشي. طيب الأكتين, لحتى تتكون عندنا الأكتين, هم عبارة عن ماكروميكيول بتكونوا من مونوسكراي من مونوكيول. تمام؟ بعدين بصيروا يتجمعوا مع بعض. الجي أكتين هيهم اللي هم الخيوط الصغيرة أو القطع الصغيرة من الأكتين. بي أجروب ستريتد أند ميك أف أكتين, إذا تجمعوا بخط واحد وكونوا جروب بسميهم أف أكتين. تو أف أكتين ارتبطوا مع بعض بسميهم دبل هيليكال أكتين ستراند. تمام؟ دبل هيليكال اكتين ستراند. هذول الدبل هيليكال اكتين ستراند لما بيرتبط عليهم نوعين من البروتينات, التروبوسين والتروبونين. التروبوسين هي الخط هذا اللي سكر ايش الثقب الوحيد اللي عند الاكتين. طبعا الميوسين عنده ثقبين والاكتين عنده ثقب واحد. تمام؟ الثقب الواحد هذا في التروبوس في الاكتين مين بيغطيه؟ بيغطي التروبوسين. تمام؟ بيغطي مين؟ التروبوسين. طبعا مين اللي بيكون, مين اللي بأمره انه يغطي التروبونين؟ هذا الزر, شايفين هذا الزر اللي هون اللون زهر, هذا هو ايش التروبونين, والخط الطويل الرفيع هذا التروبوسين. طبعا كلاهما كومبلكس اوف بروتين. تمام؟ بروتين اوف ذا ثين فيلمنت. اوكي اتفقنا لحتى نكون ايش شكل الاكتين النهائي. طيب مصل فايبر ريلاكس, في عندنا منطقه الارتخاء. No coarse bridge binding because the coarse bridge binding on the actin is physically covered by troponin and troposin complex. فبحكي لك في عندنا منطقة ارتباط الميوسين, هاي المنطقة بترتبط مع الميوسين وبتحرك الاكتين لجهة الساركومير. في حالة الراحة ما بيستجيب لأنه بتكون مغطاة بالتروبوميوسين. التروبوميوسين بيكون مغطيها وما بصير في عندنا انقباض. تمام؟ طيب عملية الانقباض هاي كيف بدها تصير عندنا العملية بالتفصيل, وخليني أمشي معاكم حتى يا جدعان. تمام؟ اول نقطه, احنا عارفين انه الاكسون تيرمينال لما بيوصل وبيصير عندنا الدفع, بديش ارجع فوت في هاي التفاصيل, بدي اروح مباشره على العضله. تمام؟
أول شيء بيحكي لك يتم إفراز الأسيتايلكولين من العصبان الحركي حين يصل إليه جهد الفعل. هيا أسيتايلكولين ريليز باي أكسون تيرمينال، يعني كله مكتوب بالإنجليزي أنا بس ترجمته ورجعت رتبت الأمور تمام. فبيحكي لك إنه الأسيتايلكولين بيتم إفرازه لما بيوصل الجهد الفعل الأكسون تيرمينال اللي بروح على مستقبلاته. يصل الأسيتايلكولين لمستقبلاته في الساركولمة، هاي منطقة الساركولمة هاي اللي فوق شايفينها، شايفين قديش رفيعة مقارنة مع العضلة كاملة. فإيش بروح مستقبلاته تمام، حتى يصل للأنابيب المستعرضة الناقلة لحد ما يوصل لوين عند التي تبيولز. فلاحظوا التي تبيولز شو راح تعمل، راح تأخذ الأكشن بوتنشال وتفوته لجوه. طيب تقوم الأنابيب المستعرضة الناقلة بنقل جهد الفعل للداخل، so the action potential will transfer to the deep of the muscles وتحفيز الشبكة الإندوبلازمية لإخراج الكالسيوم and stimulate the sarcoplasmic reticulum to release calcium حتى تفرز الكالسيوم تمام. طيب so calcium برتبط بالتروبونين، شايفين هاي النقطة الصفراء اللي تونا حكينا عنها كانت زي الزر، بيرتبط الكالسيوم وين في التروبونين الموجود على خيوط الأكتين، التروبونين الموجود على خيوط الأكتين. لما بيرتبط بخيوط الأكتين راح يحفز التروبوسين، هذا الخط الرفيع اللي مغيط مغطي خيوط الأكتين، إنه إيش؟ إنه يكشف رؤوس الأكتين. So الكالسيوم بيرتبط في التروبونين، التروبونين بيحفز التروبوسين إنه يكشف رؤوس الأكتين تمام. طيب الميوسين هي الخط اللي من تحت make attach with actin، بيرتبط مع الأكتين، بيعمل عندنا جسر الأكتين اللي هو كورس بريد تمام، جسر أكتين ميوسين في منتصف الساركومير within the middle of sarcomere من خلال استخدام الطاقة by using طبعاً of H ATP تمام. طيب الكالسيوم برجع على مخازنه في الشبكة الاندوبلازمية، كالسيوم will re-back to the sarcoplasmic reticulum لما بيحدث الارتباط وبينتهي جهد الفعل. بعد ابتعاد الكالسيوم وحدوث الارتباط والانقباض تحفز التروبونين على العودة للتروبوسين لتغطية رؤوس الأكتين تمام. طبعا هاي الآلية كيف تصير بالتصوير راجع شارحها بالعامية تمام. طيب خلينا افرجيكم الفيديو اللاو عشان نفهم الآلية كاملة، اتوقع انه احنا هيك اصلا خلصنا. لا بس ثواني، ايش ضل بالصفحة هو؟ ضل في عندنا كمان صفحة. طيب هسه برجع لها، خلينا نشوف الفيديو. هاي عندنا العضلة كيف بده يصير عندنا الانقباض تمام. من خلال الكورس بريد سايكل كيف بتصير عملية الارتباط. هاي عندنا الاكسون، هاي عندنا عملية الساركومير وهي تعتبر الفانكشنال يونت، يعني هاي مراجعة على كل شيء حكيناه بس تكبرها. هاي عندنا الاتشبان الاتزون والاملاين والشغلات كاملة، وهذول الذرات اللي بيتحركوا هم الكالسيوم، هاي الثيك فيلمنت اللي هم الميوسين، والثين فيلمنت اللي هم ايش الاكتين تمام. كبرهم كمان، ايوه شايفين. قبل ما نكمل هاي عندنا رؤوس الميوسين فيها منطقه الاي تي بي، عفوا هاي منطقه الاي تي بي راس الاي تي بي يعني، وراس اللي بده يرتبط مع الاكتين، وهاي عندنا التروبونين وهاي التروبوميوسين مغطي رؤوس الاكتين. هاي الكالسيوم، شايفين الكالسيوم كيف بيجي، كالسيوم ايون بيرتبط مع التروبونين. لما بيرتبط مع التروبون مع التروبونين او التروبونين اوكي، راح يغير الشيب تبعها ويحفز التروبوميوسين انه ايش يغير يكشف رؤوس الاكتين اللي هم البندنج سايت مناطق الارتباط. الميوسين هيد بيكون مرتبط بيرتبط مع الاكتين تمام. طيب ليش مرتبط مع الاكتين؟ هسا انتبهوا معي، هاي عندنا رأس الميوسين، الاي تي بي بطبيعتها ثقيله تمام، لما تيجي الاي تي بي بترجع رأس الميوسين لورا فبيكون بعيد عن الاكتين تمام. لكن بعد ما تتحلل الاي تي بي واخذ الطاقه منها بتتحول لفوسفيت جروب ولا اي دي بي. الفوسفيت جروب كثير كثير خفيفه فبتطير، الاي تي بي ثقيله بس مش ثقيله كفايه لحتى تمسك رأس الميوسين. فشو بتعمل؟ ما بتقدر تظل ماسك الميوسين، فرأس الميوسين بيخبط الأكتين وبيحركها. وصلت الفكرة؟ خلونا نشوف. هسه بتيجي عندنا الطاقة، شايفين؟ هاي الـ ATP، شايفين مكبرها؟ خلص بترجع رأس الميوسين لورا، تتحول لـ ADP و Inorganic Phosphate. الـ Inorganic Phosphate كثير خفيفة راح تطير،
هيها طبعا ارتدت لوراء. الخطوة الأولى هاي بيرتبط هسه بيخبط بالأكتين، هايها بتطير الإنورجانيك فوسفيت. بصير عندنا بعد هيك دور ستروك، خلص الـ ADP برضو بتقدرش تظل ماسكيتها لأنه صار انقباض قوي، وهيك حركتها. حركة هاي اللي صارت هاي الانقباض، هاي الكونتراكشن، تمام؟ خلص هسه هيك بده يصير عندنا يعمل ريسايكل، اهم شيء تكون وصلتكم الفكره، تمام؟ طيب هسه كان نرجع الزوم صح هيك عرفت ان شاء الله يكون عندكم بعد شغل شغل صح شغل. طيب وصلت الفكره كيف بدها تصير عمليه الانقباض كامله؟ طبعا حاط لكم الرابط انا بالشرح يعني بتقدروا ترجعوني. طيب اخر نقطتين بدنا نحكي عنهم بشكل سريع وبعيد اصلا انه يشرح عنهم جوا الامتحان، لكن احتياط. بحكي لك اذا muscle fiber eliminated after the completely relaxed the second twice of the same magnitude as first twice، تمام؟ بحكي لك اذا تم صار في عندنا تحفيز انقبضت العضله ورجعت ارتاحت على الاخر، اذا صار في عندنا تحفيز ثاني راح تكون الانقباض الثاني بنفس المقدار، متفقين عليها. بحكي لك if the muscle fiber reduced before the complete relaxation، إذا صار في عندنا تحفيز للعضلة قبل ما تستريح من المرة الأولى على الآخر، شو راح يصير في عندنا؟ The second twice added to the first which was resulting of stimulation. صار في عندنا انقباض أولي، انقباض الأولي ما ارتاح على الآخر، إجا انقباض ثاني فوقي، شو راح يصير؟ راح يصير building ويصير انقباض أقوى، تمام؟ المرة الثالثة بحكي لك if the muscle fiber stimulated on the rapid and doesn't have approximately relaxed، تمام؟ ما كانش في عندي استرخاء بالمرة، انقباض 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 انقباض، راح يعمل عندنا اللي هو التيتاينس، اللي هو خلينا نحكي الكزاز او الانقباض الشديد وات ايفر. فهيو بحكي لك انه ايش؟ ما فيش عندنا استرخاء في المرة، راح يعمل عندنا ماكسيموم ستريت اوف كونتراكشن، راح يصير في عندنا انقباض قوي جدا جدا، راح حتى يصير في عندنا ايش؟ تشنج في العضلات، تمام؟ تشنج في العضلات. اخر نقطة بدنا نحكي عنها الفرق ما بين السموث ماسلز والسكيليتال مسلز في عملية انقباضهم. طبعا هي ايش؟ عملية الفرق بيناتهم في الخطوة الثالثة والرابعة فقط، ببلش اول شيء عندنا المسلز اكزاليشن، بصير في عندنا تحفيز للعضلات. ثاني منطقة بحكي لك انه بيتم افراز الكالسيوم، طبعا المناطق مختلفة بس مش مهمات كثير، انه هاي من السيركوبلازماتيك راتيكولوم وهاي من الاكسترا سيلولار فلويد، مش مهمات كثير، تمام؟ بيهمني هذول النقطتين. في السكيلي في السموث ماسلز، تمام، بالعضلات المنسية الخطوه الثالثه بصير عندنا تسلسل من العمليات الكيميائيه بايوكيميكال ايفنتس، تمام، وبالخطوه الرابعه بصير عندنا ايش؟ اضافه للفوسفات على خيوط الميوسين والاكتين، بصير عندنا اديشن او فوسفوليريشن اوف مايوسين اند اكتين ثين فيلمنت، بعدين بصير عندنا كورس بريدج وبصير عندنا كونتراكشن، تمام. شكرا لك. طيب العضلات الهيكليه في السكيليتال ماسلز بصير في عندنا تحفيز للعضله، افراز للكالسيوم من السيركوبلازماتيك راتيكولام، بيعمل فيزيكال ريسبونسبل فور تروبونين اند تروبومايوسين، شو بصير؟ بيحفز او بيعاده ترتيب للتروبونين والتروبومايوسين في مواقعها، وبالخطوه الرابعه بيعمل ان كفرنج اوف ذا اكتين، بكشف رؤوس الاكتين، وبيعمل عندنا كورس بريدج، اللي راح يعمل عندنا كورس بريدج ويعمل عندنا contraction، تمام. هاي بالنسبة لمادة الكويز تبعت بكرة، يعني الأربع محاضرات إيش هاد؟ هاي الإندوكراين لسه بفرق لكم فيها، تمام. فهاي عندنا الأربع محاضرات كاملة، يعني إن شاء الله بتكونوا كلها فهمتوها. إذا في أي سؤال يعني اكتبوا لي إياه، ما عندي أي مشكلة وجاوبكم عليه، أو أي حدا بده يفتح فويس يحكي أي شيء ما عندي أي مشكلة. الله يعافيك يا دانيا، يا دنيا صح؟ دنيا ما غلطتش أنا، دانيا اوكي. وضحت الصورة، بحاول مساء ان شاء الله او كمان شوي، يعني لانه من شوي كمان شوي طالع، بحاول ابعث لكم ايش، اكتب اسئلة على الجروب، تمام، او بنزل بوست وبحط فيه الاسئلة. الله يعافيكم جميعا. زي ما حكيت لكم اذا حدا عنده اي سؤال يبعث لي على طول اليوم، ما عندي مشكلة. الاندوكراين هيني شغال عليه انا والله، بفرغ فيه من امبارح، بس لسه ما يعني ما خلصتش اول بارت، يعني اليوم مساء او بكرة بالكثير بكون نزل، تمام، يعني بإذن الله.
الله يعافيكم جميعا. اللايف راح ينحفظ. هيني انا عامل ريكوردينج، طالع عندي شارت الريكوردينج، هسه بشوف كيف يعني، بس اخلص اللايف واسكره اذا عرفت اسكره مبدئيا. بنزل لكم اياه، ما في اي مشكله. تمام، في حفظ الله جميعا.